بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. ألف ألف مبروك لمصر النهاردة، ميداليتين برونزيتين، الحقيقة هدايا ملاك وسيف. الحقيقة الاثنين عاملين حاجة رائعة جدا 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 جدا، وكلنا سعداء وكلنا مبسوطين باللي بيعملوا المصريين في اليابان. عندنا شوية مشاكل وعندنا، بس أنا غالبا ما بحبش أتكلم دايما في المشاكل، لأنه في النهاية عندنا نقطتين مضيئتين في البعثة المصرية الحقيقة نقدر نتكلم عنهم. وبالمناسبة غير ان احنا هنتكلم عن هدايا ملاك وعن سيف موسى، عايز اقول لحضراتكم ان ايضا في سلاح سيف عيسى، انا اسف، في سلاح الشيش ايضا عندنا ابطال عملوا اللي عليهم وتألقوا بشدة في سلاح الشيش، ولكن تشاء الظروف ان هم بيقابلوا رقم واحد ورقم اتنين في العالم الحقيقة. فهنتكلم عن النقاط دي كلها، ولكن انا عايز احكي لحضراتكم حكاية هدايا ملاك. وشمعنا حكاية هدايا ملاك؟ لانه انا طول النهار مبسوط وسعيد زي اي مصري الحقيقة. قد ايه كنا مبسوطين النهاردة بالميداليتين البرونزيتين، مبسوطين بيهم وكل حاجة، ولكن هدايا تحديدا عندها حكاية لطيفة جدا، ومش لطيفة، هي حكاية ملهمة، ملهمة لكل المصريين ولكل الشباب المصريين. عارفين حضراتكم انا كنت بشتغل في قناة تانية قبل قناة الاهلي، والحقيقة كانت معايا هدايا على الهواء مباشرة بعد ما خدت الميدالية السابقة في البرازيل، في ريو في البرازيل، وعرفت قد ايه شخصية محترمة وشخصية طيبة وشخصية تقدر تصل لمنصات التتويج بشيء من الصبر والاجتهاد، وهو ده اللي عملته. تخيلوا حضراتكم ان هدايا ملاك من 4 سنين ما كانتش لسه اتجوزت، فتخيلوا حضراتكم خلال ال4 سنين دول هي اتجوزت، وقعدت سنة ونص تقريبا مصابة عندها كسر في رجليها، وبعد السنة ونص قعدت حوالي شهر ونص شهرين كان عندها كورونا، وأثناء كل ده بتصل إن هي في هذا في دورة الألعاب الأولمبية الحالية إن هي على الأقل تحافظ على الميدالية البرونزية اللي كانت واخدها في ريو من 4 سنوات. وناس كتيرة وانا شايف ان بعض الناس بتتكلم ان هدايا ما عملتش حاجة، وان هي من 4 سنين خدت برونزية والنهاردة خدت البرونزية برضو، وبالتالي ما عملتش حاجة. لا، صراع كبير جدا ما بينها وما بين نفسها خلال ال4 سنين اللي فاتوا، لانها زي ما قلت لحضراتكم حكاية كويسة جدا وحكاية ملهمة للشباب. اصبر واجتهد، في الاخر هيجي لك الصبر، وهيجي لك الصبر اللي انت عملته ده هيجي لك في مكافأة. المكافأة كانت الميدالية البرونزية المصرية من هذه الملاك الحقيقه اللي الكل بيحبها، لمجرد ان هو بيشوف وشها كده تحس ان هي واحده مننا، قريبه مننا، ضحكتها جميله وانسانه لطيفه جدا وشخصيه محترمه جدا جدا جدا. فالكلام اللي احنا بنقوله ده لانه هدايه تستحق الحقيقه 4 سنوات من العمل المتواصل ومن التعب الكبير جدا عشان خاطر العلم اللي هي شايلاه، علم مصر الحقيقه. فألف ألف مبروك لهداية، سنة ونص من رجلها اتكسرت في قعدة سنة ونص، تخيلوا خلال ال4 سنوات دول، سنة ونص برة الموضوع أو ال5 سنوات دول، 4 سنوات، سنة ونص منهم كانت رجليها وجعاها ومكسورة وبعيدة عن التمرين وبعيدة عن كل حاجة، وبعد كده اتجوزت وبعد كده كورونا، فقعدت فترة طويلة جدا، ولكنها استطاعت أن تحافظ على الميدالية البرونزية. وبالمناسبة هداية غيرت وزنها 10 كيلو زيادة، فده حطها في ليفل أصعب من اللي كانت فيه بكتير، وقلل من الرانك بتاعها أو رقمها في الترتيب، التصنيف بتاعها في الترتيب. فعشان كده هي اجتهدت فوصلت للي حضراتكم شايفينه ده. فالحقيقة ألف ألف مبروك لهداية وألف ألف مبروك لسيف، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نشوف ميداليات قادمة خلال الفترة اللي جاية، لأن مصر الحقيقة تستحق أكتر من كده. إن شاء الله إن شاء الله دي كانت البداية، الأيام القادمة إن شاء الله نشوف ميداليات تانية لمصر. ده بنتكلم عن فرحة النهاردة، وهنفضل مبسوطين وقد إيه مبسوطين بهذه الفرحة. ولكن على الجانب الآخر، من امبارح لغاية النهاردة والصياح والزعيق وما تفهمش ليه، من امبارح لغاية النهاردة، لمجرد إن النادي الأهلي كسب نادي الانتاج الحربي في الدقيقة 95، من امبارح للنهاردة كل الناس، استاذ عمرو طالع يزعق لنا، ومش يزعق لنا يعني، او بيزعق للناس ما تفهمش ليه، كابتن رضا عبد العال بيزعق وبيتكلم كلام مش منطقي،
وكابتن مش عارف مين واستاذ ابراهيم عبد الجواد بيتكلم برضو، كابتن ابراهيم عبد الجواد بيتكلم. وخلي بال حضراتكم كلهم اصدقائي وكلهم صحابي، ولكن من امبارح لغايه النهارده الناس ما بتتكلمش في حاجه غير في ان النادي الاهلي كسب 3-2 وندي الاهلي الدوري بقى عشان كسب 3-2. هو انا ذنبي حضرتك ان انت ان انا بعرف اكسب؟ هو انا ذنبي ان انا عندي اداره مستقره؟ هو انا ذنبي ان انا عندي اداره بتوفر لبن العصفور للمدير الفني؟ هو انا ذنبي ان انا عندي جمهور واقف في ظهري؟ هو انا ذنبي ان انا عندي مجلس اداره اختار بيعرف يختار صح، او اداره لكره القدم بتعرف تختار صح؟ اعمل ايه طيب؟ اقفل النادي الاهلي علشان الناس تتبسط؟ يعني هل مطلوب مني انا كاهلاوي مثلا ان انا ما اشجعش النادي الاهلي علشان الناس تتبسط وحضرتك تتبسط، الناس اللي طلعت تزعق لنا دي كلها؟ حاجه غريبه جدا. وحاجه انا بالنسبه لي طبعا كلهم اساتذتنا، او استاذ عمرو تحديدا استاذنا وكلنا بنحبه وبنتفرج عليه، ولكن هو في ايه يا جماعه؟ هو المطلوب من النادي الاهلي ان هو يطلع من الرياضه المصريه خالص علشان حضراتكم تستريحوا، لمجرد ان 2-3 بس عايزين يطلعوا يتكلموا ويعملوا ويقولوا كلمتين هنا وكلمتين هنا؟ الكلام ده ما يصحش يا جماعه. ما تسيبوا ان الرياضه هي في الملعب، خلينا نتكلم عن الملعب واللي بيحصل في الملعب. وانا كسبت امبارح، انا ذنبي ان انا كسبت؟ يعني هل المطلوب مني ان انا اخسر كل حاجه واخسر الماتشات واقعد في الساحل مثلا؟ ناخد ال 30 لعيب ونقعدهم في الساحل ونخليهم ينزلوا يتغلبوا الماتشات اللي جايه عشان نرضي جزء معين من المجتمع؟ انا اتعلمت في البلد دي وتعلمت في النادي ده وتعلمت في كل الانديه اللي انا لعبت فيها ايه؟ ان انا اجتهد عشان اقدر اوصل. هي حكايه هدايا ملاك دي بالنسبه لنا ايه؟ هي حكايه ملهمه، اجتهاد صبر واجتهاد وعمل مستمر وصلها للميداليه البرونزيه. لكن حضراتكم طالبين مننا ايه يعني؟ طالبين مننا ان احنا نسيب الملعب خالص لاي حد تاني يكسب؟ نادي الزمالك نادي كبير على فكره، وهفضل اقول هذا الكلام، ما عنديش مشكله وانا داخل قناه النادي الاهلي، ولكن التنافس جوه الملعب، التنافس بالارقام، شوف الارقام دي وشوف الارقام دي، شوف النادي الاهلي خد كام دوري، شوف غيره خد كام دوري. انا ما بتكلمش لمجرد ان احنا بنتكلم وخلاص، ولكن هو الموضوع ابسط من كده. ليه حضراتكم دايما تطالبوا النادي الاهلي ان هو ما يعملش الصح؟ على فكره اي حاجه في اي رياضه في الدنيا، بلاش رياضه، اي اداره في الدنيا بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل الصح علشان توقف الفرق الرياضيه على رجليها. فالنادي الاهلي بيحاول يعمل الصح بالمناسبه، ممكن يخطئ، ممكن يبقى صح، ممكن يبقى غلط، بتحصل وحصلت وياما حصلت، وياما النادي الاهلي جاب لاعبين، وياما النادي الاهلي كان المدير الفني عنده رؤيه في لعيبه ما طلعش كويس، عادي بتحصل. ولكن انا حضرتك بتحاسبني ليه؟ يعني حضراتكم الناس اللي طالعه تتكلم وتزعق وتقول الاهلي وندي الدوري للاهلي، ندي الدوري للاهلي لو هو يستحقه، ندي الدوري للاهلي لو النادي الاهلي عنده اداره تستحق ان هي تاخد الدوري، وعنده جهاز فني يستحقه، وعنده لاعبين يستحقوا بالاجتهاد وبالعرق، مش بحاجه تانية، بالاجتهاد وبالعرق. هنقعد نجري وهنفضل نحارب وهنفضل نقف ورا كل لعيب وكل جهاز فني علشان نخليهم ياخدوا الدوريات في كل الالعاب. هو ده النادي الاهلي، ولازم نفضل نحافظ على كده بالمناسبه، لان دي سنه الحياه، سنه الحياه. اجتهد، اعمل، اشتغل كويس جدا واصبر، هتوصل. هدايا ملاك، سيف عيسى، هو ده الاجتهاد وهو ده العمل. فالنادي الاهلي من وجهه نظرهم بيحاولوا يعملوا الموضوع ان هم يعني كابتن خطيب بيحاول يعمل الصح، الاستاذ العمري بيحاول يعمل الصح، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ محمد جرحي، الاستاذ سراج، محمد سراج، كل المجموعه اللي موجوده، طارق قنديل، كل المجموعه اللي موجوده بيحاولوا يعملوا الصح. ولكن ما هي ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط، فمش ذنبي ان هي بتطلع دايما صح، مش ذنبي ان انا باخد الدوري على طول، والله العظيم ما ذنبي، والله ما ذنبي. طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. هل المطلوب ان كل الناس تبقى الحكام مثلا في الملعب يحكموا ضد النادي الاهلي علشان حضراتكم تتبسطوا، والنادي الاهلي او جمهور الاهلي اللي هو الاكثريه ما يتبسطش؟ لكن النادي الاهلي بيجتهد وبيعمل وهيفضل يجتهد وهيفضل يعمل عشان ناخد الدوري. انا حد بيقول لي ما بيشجعش الاهلي يعني، وهو صديق، صديق عزيز كمان، قال لي يا عم اسلام بقى ارحمونا، ارحمونا بقى وسيبونا. ليه اسيبك ليه حضرتك ان انت تاخد الدوري؟ لو عايز تاخد الدوري خده من الملعب. لو حضرتك شايف ان انت
احق مني بالدوري، وكل واحد شايف ان هو احق بالدوري. الزملكاويه شايفين ان هم احق بالدوري، والنادي عندنا في الاهلي وجمهوره عارفين ان احنا احق بالدوري، ولكن احنا عارفين وانتوا عارفين، لكن في النهايه الملعب هو اللي بيحدد مين اللي ياخد الدوري، مش زعيق فلان ولا صياح علان ولا ده بيتكلم عن ده وده، لا خالص. فانا عشان كده بستغرب جدا يقول لك عايزين يوجهوا الاتجاه العام ان النادي الاهلي ما ينفعش ياخد الدوري. لا، نادي الاهلي هيفضل يحارب لغايه اخر، بيحارب رياضيا يعني لغايه اخر دقيقه في الدوري وعلى الدوري وعلى الكاس، والسنه الجايه على البطوله الافريقيه والسوبر المحلي وعلى الدوري والكاس تاني. هو ده، هي دي سنه الحياه في النادي الاهلي بالمناسبه. وفي لعيبه هتمشي وفي لعيبه هتيجي وفي مدير فني ممكن يمشي ومدير فني تاني يجي، هي دي الدنيا وهي دي الحياه. ولكن يظل دائما اسم النادي الاهلي في الرياضه المصريه علامه فارقه وارقام كبيره جدا في كل الالعاب، مش في الكره بس، في كل العاب كره، في كل الالعاب. شوف الطايره وشوف الهاندبول اللي حضراتكم، شوف كل حاجه وهتعرف الارقام اللي احنا بنتكلم عنها. احنا ليه بنتكلم بقلب جامد؟ ليه مش متضايقين؟ لان احنا او ليه عارفين ان احنا ما بنكدبش على الناس، لان ارقامنا بتؤهلنا ان احنا نبقى نمره واحد في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي. فعشان كده تلاقي كل واحد طالع يتكلم بقلب وبيتكلم بنفس مفتوح. لكن حضرتك الكلام اللي بتقولوه كلكم ممكن يكون فيه جزء منه صح في اشياء معينه، ولكن النادي الاهلي سيقاتل رياضيا وجوه الملعب في الدوري العام السنه دي لغايه لما ياخد الدوري ان شاء الله، وعندنا لعيبه هتعمل كده واكتر. عمرنا ما هنتجه للاتجاه اللي حضراتكم عايزين تودونا ليه، هو اصل النادي الاهلي وظلم وبيتظلم. النادي الاهلي بيتظلم. هو حضرتك ما تعرفش ان النادي الاهلي بيتظلم؟ كلكم عارفين ان النادي الاهلي بيتظلم زي ما في انديه اخرى ايضا بتتظلم، بس احنا الحمد لله دايما واقفين علشان نقول ان احنا بنتظلم اعلاميا وفي كل شيء اعلاميا واقفين، يعني ان احنا بنقول ان النادي الاهلي بيتظلم. فليه يا جماعه كده؟ ليه الموضوع فجاه بيكبر على الفاضي؟ والله على الفاضي. النادي الاهلي هيفضل يقاتل، ولاعيبه النادي الاهلي هتفضل مموته نفسها لاخر دقيقه. حضرتك مش عايز نعمل كده، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه فير بلاي، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي. انا عارف طبعا ان انت ما تعرفش 100% اي حد من اللي بيتكلم واللي بيزعق ده، انا عارف مليون في الميه ان انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي، عارف كويس جدا. بس لو سمحت اقرا في التاريخ واقرا الارقام، اقرا التاريخ واقرا الارقام، هتعرف ان الفرق كبير قوي قوي. يعني انا ممكن اروح انام شويه وبعدين ارجع اقول لك ان الفرق برضه هيفضل كبير. هنقفل النادي 10 سنين هيفضل الفرق كبير. نادي الاهلي لو قفلناه زي ما انتوا عايزين 10 سنين هيفضل الفرق كبير برضه. فالواحد مش عارف يعمل ايه، بيسمع الواحد بيسمع يعني. ممكن لما الواحد يتكلم منطقيا ما تردش او ما تتكلمش، لكن حضراتكم بتتكلموا بلا منطق. حضرتك عايز فريقك يكسب وده حقك، ما عنديش اي مشكله، فين انتوا حرين. ولكن حضرتك عايز النادي الاهلي يسيب لكم كل حاجه علشان حضراتكم تكسبوا؟ مش فاهم، ما فهمتش الحقيقه، ما فهمتش اعملها ازاي، ما تعودتش على الرياضه المصريه كده، ما تعودتش ان حد يطلع يتكلم معانا كده. تعودنا دايما نجتهد في الملعب ونتيجه بتاعت ربنا. هو ليه امبارح النادي الاهلي كسب 3-2؟ وليه في الماتش اللي فات اتعادله؟ في الماتش اللي قبل اللي هو بنك الاهلي اتعادلوا عشان اتدلعوا، ما احنا كلنا قلنا الكلام ده في ماتش البنك الاهلي. اللعيبه حست في ماتش الانتاج، كانوا متوترين شويه، لكن في الاخر قدرنا نكسب 3-2 لان احنا عندنا لعيبه قادره ان هي تكسب في الثواني الاخيره. اعرف حضرتك ايه هي عوامل المكسب، عوامل الاداره الناجحه، عوامل كل حاجه كويسه، هتلاقي في الاخر اسم النادي الاهلي هو اللي في كل الامور دي. فما تقعدوش حضراتكم تطلعوا تتكلموا. ما هو مثلا لما هتخيل حضرتك، معلش وانا لازم افتح الموضوع ده، تخيل حضرتك لما حد يطلع يقول لك عندك موسيماني بقاله 8 شهور، معلش انا ما عدتش، قولوا لي يا شباب بس هو واخد كام بطوله لغايه دلوقتي. تخيل حضرتك ان موسيماني مدير فني اول ما جه اختار مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره او اداره الكره في النادي الاهلي ان هي موسيماني، ان هي تختار موسيماني. هو كان اختيار ريسكي فيه خطوره، محدش عارف اول مره مدير فني افريقي يجي لمصر،
خلاص اختاروا في 8 شهور خد 5 بطولات. تخيل حضرتك، تخيلوا ان حد طالع يقول ان هو كفتجي. طب ده ترد عليه ازاي؟ او تقول عليه كده ليه؟ او ترد عليه تقول له ايه؟ ما تردش عليه الكلام ده، تسيبه يقوله. لانه في الاخر كان في حد زمان يقعد يقول نكت، فكنا لما كل ما بنحب نضحك نفتح نشوفه على اليوتيوب. دلوقتي بنسمع الكلام ده وبنقعد نضحك. والله لا بسمع الكلام ده واقعد اضحك، بس هي اصله كلام غير منطقي بالمره، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه يا جماعه. الارقام والحقائق دلائل للجميع. راجل جه في 8 شهور خد 5 بطولات، اتنين تخيل خد في 8 شهور 2 افريقيا. واحده من نادي كبير نادي الزمالك، وواحده من نادي كبير نادي كايزر تشيفز. قال 2 بطوله افريقيا. وخد دوري، كمل الدوري وخد كاس وخد سوبر افريقي. طب هل المطلوب من المدير الفني ان هو يخسر عشان يبقى حلو في نظركم؟ وتقولوا ان هو بيلعب كوره كويسه؟ بس يخسر عشان نادي تاني ياخد الدوري، ساعتها هتتبسطوا؟ وتقولوا على موسيماني كويس؟ وتقولوا على حسين الشحات كويس؟ وتقولوا على بواليا كويس؟ على فكره ممكن جدا يبقى عندنا انتقادات لبعض اللاعبين، احنا كقناه وبنتكلم فيها في الاستوديو التحليلي كابتن ايمن شوقي وضيوفه ونجومه دايما بيتكلموا فيها، مفيش مشكله. مفيش مشكله، ولكن احنا بننتقد للصالح العام، مش مجرد ان انا بنتقد وبقول اي كلام علشان يتعمل لي لايك ويتعمل لي ريتويت ويتعمل لي الكلام ده. عيب، الكلام ده عيب، اطلع اتكلم، اي حد يطلع يتكلم بالمنطق. ما عنديش والله ما هيبقى عندي مشكله، هطلع اقول لكم شكرا، انتوا ناس يعني بتقولوا كلام فيه منطقيه شويه، لكن حد بيقول لك ايه؟ ما ندي بقى الدوري للاهلي. دوري ايه اللي تديه للاهلي؟ ما هو الاهلي 42 مره دوري على فكره. ده الاهلي هياخد الدوري ان شاء الله لو ربنا رايد، بالمناسبه لو ربنا رايد ان احنا ناخد الدوري، عندنا 9 ماتشات نكسبهم ناخد الدوري. فلو ربنا رايد هناخد الدوري للمره 43، وهندور على 44 وال 45، وحتى يقول لك ده اصل موسيماني ما بيعرفش يدرب، هتشوفه. ما هو طبعا ما هو ممكن يحصل له واحد بقى له 8 شهور وخد 5 بطولات. مطلوب ايه تاني منه؟ مطلوب منه ايه تاني؟ فالحقيقه يا جماعه كلمونا بالمنطق شويه، مش مجرد ان احنا طالعين نقول اي كلام وكلمتين ونزعق ونعمل عشان لايكات وريتويت والمشاهده تزيد. لكن والله في مشاهده بتزيد عشان الناس بتضحك. اوكي انا عايز الناس تتبسط، بس لو سمحت لما تيجي تتكلم حاول تتكلم بالمنطق، حاول تتكلم بالمنطق. تعلمنا كده، تعلمنا كده. لما حضرتك هتكلمني بالمنطق مش هقدر افتح بوقي. عشان كده انا لما باجي اتكلم بتكلم في 42 دوري، في كام و30 كاس، في 10 بطولات افريقيا، في كام سوبر، في كام سوبر افريقي، في كام سوبر محلي، وبالتالي في 107 سنه انا واخد كام بطوله. فمحدش يقدر يقول لي انت بتعمل ايه يا عم اسلام ولا بتقول ايه، لان هذه هي الحقيقه والارقام والدلائل. هتقول لي اصل حكام بتساعد، حكام مين اللي بتساعد؟ حكام بتساعدني في افريقيا كمان، بتساعدني في الدوري وبتساعدني في الكاس وبتساعدني، مجرد كلمتين ومظلوميات بتتقال لمجرد ان الناس تجري وراها، او جزء من الناس من بعض من لا يشجع النادي الاهلي يجري وراها. لكن خلاص احنا تعودنا على الكلام ده، تعودنا على الكلام ده. لكن ما حدش يطلع يقعد يزعق فينا ويقول لنا والله، والاعلام وتودوا لاتجاه الناس ان احنا نروح لاتجاه هو ليس صحيح. هو ليس صحيح. نادي الاهلي دائما دائما بيعلي مصلحة بلده قبل أي شيء. آخرها الموقف الأخير في البطولة، في بطولة الدورة الأولمبية. الموقف الأخير في الدورة الأولمبية إن دل فهو بيدل على إن النادي الأهلي دائما ما يعلي مصلحة بلده قبل أي شيء تاني، قبل مصلحته. النادي الأهلي بيلعب وتعادل ماتشين بدون أو ماتش بدون لاعبيه الدوليين عشان خاطر مصلحة مصر. وهو على فكرة جمهورنا ما عندوش مشكلة. ما عندناش أي مشكلة، وعارفين إن مصر هي الأهم، ومصر هي مصر هي أمي. في الآخر هي اللي بتجمعنا كلنا. فليه حضراتكم عايزيننا نمشي في اتجاه إن إحنا هنخسر الدوري، أو أنتوا بتقولوا يعني مظلومين وزعلانين ومتضايقين ومش عارف إيه والكلام ده كله عشان الناس تتعاطف معاكم وتسهل لكم؟ كل ده لمجرد إن إحنا طلعنا إمبارح في الحلقة اتكلمنا عن حاجات ممكن تحصل
واديكم سمعتوا اللي بيحصل من امبارح للنهارده، وانا مش هسكت عن هذا الموضوع وهتكلم عنه كل يوم لانه حق النادي الاهلي. فحضراتكم مش عايزين زعيق لو سمحتم، عايزين نتكلم واحنا بنضحك مبسوطين. لا قدر الله، لا قدر الله لو النادي الاهلي خسر وهو يستحق، هتلاقي جمهور النادي الاهلي نفسه بيقول الكلام ده، ان النادي الاهلي يستحق الخساره او يستحق التعادل، وهو ده الفرق. لكن حضرتك ما تودينيش بمزاجك ان انا مظلوم، انا نادي مظلوم ونادي ما بيحصل، يعني حرام عليكم، سيبوا لنا بقى، سيبوا لكم ايه، نعمل ايه عشان نسيب؟ دي ما اسمهاش روح رياضيه حتى. الفارق كبير جدا في كل شيء، والله ما بتريق، والله ما بتريق، انا بتكلم بجد لان الارقام بتقول كده. فيا جماعه من فضلكم اللي عايز يطلع يزعق نفسك، زعق لفرقتك، زعق، قول اللي انت عايزه، ما تتكلمش عن النادي الاهلي وانت ما تعرفش حاجه عن النادي الاهلي. ما تتكلمش عن النادي الاهلي وانت ما تعرفش النادي الاهلي ده ادارته عايزه ايه، ولا بتعمل ايه، ولا بتفكر في ايه، ولا الفتره اللي جايه فيها ايه. احنا ساعات بنبقى عارفين بعض المعلومات، لكن طبعا لينا حدود معينه نقدر نتكلم فيها. وايوه احنا عارفين حدودنا كويس جدا، وعارفين احنا بنطلع نتكلم في ايه وامتى. فعايزين حضراتكم تزعقوا، زعقوا وقولوا اللي انتوا عايزينه، لكن صدقوني مش هتاخدوا جمهور النادي الاهلي او الاغلبيه العظمى، مش هتاخدوهم للي انتوا عايزينه، ان انتوا عايشين في مظلوميه فسهلوا لنا الدنيا عشان نكسب. سهلوا لنا الدنيا عشان نكسب. هو في حاجه اسمها فرقه تروح تلعب فرقه في اسكندريه عشان عندها مباراه تانية في اسكندريه وتوافق لهم، وبعدين فرقه ثالثه تفكر ان هي تيجي اسكندريه برضو وتلعب ونبقى قاعدين كلنا في اسكندريه مع بعض؟ ما هو انت ما تعرفش اللي طالع يتكلم ده، ما يعرفش الكلام اللي انا بقوله ده، والله ما يعرفه ولا يعرف عنه حاجه. هو بيتكلم بس من الحاجه العامه اللي هو سامعها، لكن احنا عندنا كواليس الكواليس وعارفين كل حاجه بتحصل. فلما بنطلع نتكلم بنبقى عندنا معلومات وعارفين ايه اللي ممكن يحصل وعارفين مين كلم مين. ومش هقوله غير في وقتها، لو حاجه حصلت الفتره اللي جايه هقولها في وقتها، مين كلم مين ومين قال لمين ايه وكل حاجه. حفاظا على ايه انا بعمل كده؟ حفاظا على الروح الرياضيه اللي موجوده او اللي بنحاول نخليها موجوده. لكن انا مش هقبل ان حد يطلع يتكلم بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. حضرتك كلمني بمنطق وقول ان الاهلي افضل من كل الفرق، من كل الفرق بمراحل، ولكن في واحد اتنين تلاته، هقدر اتكلم معاك واتناقش معاك. لكن ما تطلعش تقول لي انا كذا ومظلوم وتعبان ومتضايق وبتاع وسهل لي واعمل لي وكل ده، وانتوا ما بتتظلموش وانتوا ما بتعملوش. لا احنا بنتظلم، مين قال لك ان احنا ما بنتظلمش؟ اجيب لك اللي حصل في الماتش ده، اجيب لك احنا خسرانين ثلاث نقاط في مباراه المحله بفعل فاعل. بفعل فاعل. ده مش انا اللي بقول الكلام ده على فكره، انا ممكن اجيب لك بعض اللي ما بيشجعوش الاهلي بيتكلموا بهذا الاسلوب وهذا الشكل، ان الاهلي فقد ثلاثه نقاط بفعل فاعل في مباراه المحله اللي اتغلبنا فيها 1-0. ضرب الجزاء وجون وحاجه، ويلا قول زي ما انت عايز تقول. لا النادي الاهلي بيتظلم، وفي انديه تانية ايضا بتتظلم، بس احنا بنطلع نقول ان النادي الاهلي بيتظلم. فعشان كده انا عارف ان الصوت بيبقى قوي وكبير، لان عندنا جماهيريه كبيره جدا، النادي الاهلي عنده جماهيريه كبيره جدا. لكن في نفس الوقت حضرتك ما تطالبنيش ان انا اسيب لحد حاجه. كلام ما ينفعش يتقال ولا يصح ان هو يتقال، لانه كلام غير منطقي، كلام غير منطقي. لكن حضرتك عايز تقول اي حاجه تانيه فيما يخص اي حد تاني يقول، ما عنديش مشكله. لكن احنا مش هنسكت عن اي كلام بيتقال. موسيماني مدير فني جيد، مدير فني رائع، عنده مجموعه جيده من اللاعبين بيعرف يوظفهم بشكل او باخر يقدر يكسب بيهم المباريات. الطريقه اللي بيوظف بيها، يعني يا جماعه ده حتى الناس اللي بتتكلم على موسيماني معظمهم مش هقول كلهم، معظمهم لم ينجح مع اي نادي. هو نجح في حاجه واحده بس، في الكلام والضحك، لكن عمره ما نجح في اي حاجه تانية مع اي نادي. المجموعه اللي بتتكلم عن موسيماني، وبالمناسبه ما احنا في ايام كتيره جدا في هنا في قناه النادي الاهلي، مش كتيره جدا لان هي قليله، لما موسيماني بيعمل حاجه غلط بنقول ان هو عمل حاجه غلط في الاستوديو التحليلي، وبنقعد نسمع موجود في البيت الكبير في 10 الصبح في المحترق، في كل البرامج، في الملك وكتابه، في خط كل البرامج بتقول.
لو في حاجه غلط موسيماني عملها. ولكن لما تيجي تبص على البرواز كله، 5 بطولات في 8 شهور. يا عم روح نام، يعني انا ممكن اسيب الكلام وانام، يعني لانه كلام لا يصح ان هو يتقال بجد. الواحد كان نفسه النهارده يتكلم في امور اخرى ويحتفل بهدايه ويحتفل بسيف ويحتفل بالبرونزيتين، ولكن انا شايف ان الموجه عاليه جدا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وكتايب وكلام كتير جدا بيتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي عشان توصلوا ان النادي الاهلي ده جبروت، وان النادي احنا مش جبروت ولا حاجه، احنا مش جبروت ولا حاجه، احنا جبروت في الملعب عايزين نكسب. ال11 اللي بيبقوا موجودين في الملعب بيبقوا عايزين يكسبوا، هو ده الفرق. والله مش عارف. بعد كده نروح نقعد مع مجدي قفشه نقول له، بقول لك يا مجدي، لما الكره تجيلك والجون وتيجي تحط الكره جون، حطها بره عشان الاستاذ عمرو يبقى مبسوط، حطها بره عشان الكابتن رضا يبقى مبسوط، حطها بره عشان الكابتن ابراهيم يبقى مبسوط. ما هنعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش الكلام كده يا جماعه، ما ينفعش وما يصحش. يا عم شريف ما تبقاش تعمل سبرنت، ما تبقاش تسمع كلام موسيماني. يا موسيماني لما تيجي تغير تغييره وانت مغلوب، ما تغيرش تحط 3 مهاجمين وتسيب 2 مدافعين ورا بس عشان انت عايز تكسب، لان 2-1 زي 3-1 كده كده انت خسران. هنقول للموسيماني الكلام ده حاضر عشان حضراتكم تتبسطوا، حاضر من عينيا. والنبي يا جماعه هاتوا لي موسيماني، بدل ما نقول له كل سنه وانت طيب النهارده، نقول له والنبي اصل الكابتن فلان الفلاني والاستاذ فلان الفلاني والكابتن علان العلاني بيتكلموا ان والنبي سيب لهم الدنيا تمشي، سيب لهم الدنيا تمشي، ما تعملش تغييراتك عشان تكسب الماتشات. وهنقول للعيبه هذا الكلام، حاضر هنعمل كده ماشي. مش كده يا جماعه، مش كده، اهدوا شويه. كرة الدوري ما زالت في الملعب، النادي الاهلي سيقاتل لغايه اخر لحظه في الملعب، اخر لحظه. لو ربنا كرمنا وكسبنا هنبقى مبسوطين وسعداء، لو ربنا خلاص لم ياذن النادي الاهلي ان النادي الاهلي ياخد الدوري السنه دي، هنتكلم في الاخطاء اللي عندنا قبل اي حاجه تانية. هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي الروح الرياضيه بالمناسبه. لكن حضرتك كل شويه تطلع حد يقول لنا كلمتين ويوجهها عشان توجهنا في حته تانية، صدقني صدقني جمهور الاهلي اوعى من الكلام ده بكتير جدا جدا جدا، وعمره ما هيمشي معاك في هذا الكلام. هنقاتل لغايه اخر لحظه وكلنا في ظهر بعض كجمهور وكاداره وكجهاز وكلاعبين وكاعلام، هنفضل كلنا واقفين في ظهر بعض، لان في النهايه يهمنا شيء واحد بس، مصر والنادي الاهلي. يهمنا مصر والنادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا موسيماني. موسيماني النهارده طيب مثلا خليني اقول لحضراتكم برضو، الناس اللي طالعه تتكلم، معرفش ده معاكم جرافيك، لو معاكم جرافيك حطوه على الشاشه، ده في التقرير. طيب قبل بس ما اطلعكم للتقرير، تخيل حضرتك، تخيل حضرتك اسلام اللي بيقول، اسلام ما بيقولش، اسلام ما بيقولش، حد اهلاوي اللي كاتب الكلام ده مش عارف بقى هتوصله لكده ولا ايه. تخيل حضرتك ان تصنيف النادي الاهلي ما بين الانديه العالميه، العالم كله، العالم كله، شوف فيه كام نادي واحسب كام نادي، النادي الاهلي رقم كام؟ حد يقول لي النادي الاهلي رقم كام؟ لا ما انا عارف ان هو كام، بس انا بقول للناس، حد يقول لي النادي الاهلي رقم كام؟ تخيل حضرتك في وسط انديه العالم النادي الاهلي رقم 25. اسلام اللي كاتب الكلام ده ولا حد اهلاوي اللي كاتب الكلام ده؟ لا ده تصنيف دولي بيكتب على حسب البطولات اللي حضرتك بتاخدها، ونقاط على حسب النقاط اللي انت بتاخدها في البطولات. لا يا عم اسلام انت كذاب. لا مش كذاب والله ولا حاجه، خش على جوجل واكتب هتعرف، هتعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام صح ولا غلط. النادي الاهلي في المركز ال 25. طيب النادي المصري اللي بعد النادي الاهلي مين؟ وهي بالصدفه نادي الزمالك. في المركز الكام؟ مش عارف انا في المركز الكام، والله بصيت لاول 100، اول 100 ما لقيت فيهم الا النادي الاهلي بس. والله انا مش بكذب. انا بصيت في اول 100 ما لقيتش غير النادي الاهلي بس. فتقريبا هو 130 135 125 حاجه كده. وترجع تقول لي اصل النادي الاهلي الناس بتجامله، والنادي الاهلي اصل الحكام بتجامله،
اصل النادي الاهلي المنظومه كلها بتجامله، اصل مش حضراتكم اللي بتقولوا الكلام ده، وطالعين تزعقوا لنا بكلام غير منطقي وغير صحيح ولا يصح ان هو يتقال. بلاش كل كلامنا احنا ده بنقوله بنطبل للنادي الاهلي. طب الناس دي كمان بتطبل للنادي الاهلي؟ اوروبا العالم بيطبل للنادي الاهلي؟ مش مصدق والله، يعني مش عارف ممكن تقولوا ايه في هذا الكلام. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الاهلي رقم 25 في التصنيف العالمي، نرجع نكمل. بص العرضيه منقله من مصدرها بالملي جوه الجول. انه الاهلي يا ساده. منذ نشأة القلعة الحمراء في عام 1907، أي لأعوام تمتد ل 114 عاما، وجماهير النادي الأهلي العريضة ومجالس إدارته المتعاقبة واللاعبون والأجهزة الفنية على مر العصور لا يرضي غرورهم تحقيق مركز الوصيف في أي بطولة، خاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصل على لقبها للمرة العاشرة في إنجاز كبير على مستوى كرة القدم في قارة إفريقيا بل والعالم بأسره. المارد الأحمر دائما ما يبحث عن تحقيق الألقاب والإنجازات والتفرد بالأرقام القياسية بل وتحطيم هذه الأرقام القياسية، ولما لا، فنحن أمام نادي القرن شاء البعض أم أبى. باعتراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 22 من مايو عام 2001، بعدما تسلم المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي وقتها جائزة نادي القرن العشرين في إفريقيا خلال حفل أقيم بمدينة جوهانسبرغ. ومن بين هذه الأرقام القياسية التي لا يزال يحققها المارد الأحمر، وصوله مؤخرا إلى أفضل ترتيب له في التصنيف العالمي للأندية وفقا لموقع فوتبول داتابيز المتخصص في تصنيف أندية كرة القدم على مستوى العالم. وقفز النادي الأهلي إلى المركز 25 عالميا برصيد 1759 نقطة، متقدما 41 مرتبة. وتجاوز المارد الأحمر العديد من الأندية الكبيرة، ومنها على سبيل المثال توتنهام الإنجليزي، ليون الفرنسي، فلامينغو البرازيلي، وروما الإيطالي. وجاءت قفزة النادي الأهلي الكبيرة في الترتيب بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بفوزه عليه في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وتربع النادي الأهلي على عرش صدارة الأندية العربية والإفريقية بعد أن فرض المارد الأحمر هيمنته على الساحة الإفريقية في المواسم الخمسة الأخيرة، إذ توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، كما خاض المباراة النهائية للمسابقة القارية عامي 2017 و2018، وفاز بكأس سوبر الإفريقية عام 2020. بينما جاء الزمالك في المرتبة 135 عالمية برصيد 1580 نقطة، والثانية عربيا وإفريقيا، ويليه في ترتيب الأفضل إفريقيا أندية سان داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، وفيتا كلاب الكونغولي. أما عالميا فقد تربع فريق بايرن ميونخ على عرش الصدارة برصيد 2050 نقطة، متقدما على مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 1982 نقطة، وتلاهما نادي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 1944 نقطة، بينما اكتفى ريال مدريد الإسباني بالمرتبة الرابعة برصيد 1937 نقطة، وبرشلونة بالمركز السابع برصيد 1889 نقطة. يا أخي شريف، وهو بيدخل الجون الأخراني ده كان المفروض يحطه بره، يحطها جنب العارضة كده عشان ما يخشش جون، عشان الناس تتبسط. بعض من لا يشجع النادي الأهلي يتبسطوا ويبقوا مبسوطين وقاعدين قدام الشاشات كده مبسوطين إن هم ممكن ياخدوا الدوري، ياخدوا الكاس، ياخدوا على فكرة مشكلة، أو أنا ما عنديش مشكلة، مش أنا،
كل جمهور النادي الاهلي ما عندوش مشكله في حاجه واحده بس، ان انا لو عندي لعيبه لم تجتهد وما اشتغلتش بشكل كويس في الملعب فمش من حقها ان هي تاخد الدوري. احنا دايما مقتنعين بكده على فكره، دايما مقتنعين ان احنا ال11 اللي بيلعبوا روح الفانيلا الحمراء ومبادئنا واخلاقنا هي اللي دايما بتخلينا نكسب دايما. فحضرتك مش عارف توصل لكده، اعمل انا ايه؟ ذنبي انا ايه؟ لاخي برضو موقع فوتبول داتا بيز ده حطينا في موقف بايخ قوي، حطينا في موقف بايخ. يعني ليه النادي الاهلي كسب و 41 مرتبه؟ يعني هو كان مثلا في المرتبه كذا و60 ولا كذا و70، بقى طلع 41 مرتبه وبقى في المرتبه ال 25. ليه؟ لان النادي الاهلي خلال الفتره السابقه خد اتنين بطولتين، بطولتين افريقيتين، وخد دوري وخد كاس وخد وخد وخد، فبتحسب بعدد النقاط، وبالتالي عدد النقاط اللي خده من النادي الاهلي اهلته ان هو يعدي توتنهام ويعدي ليون ويعدي ويعدي ويعدي. ويمكن برضه ما اعرفش ممكن ولا مش ممكن، ممكن معاه 23 بطوله قاريه، فده برضه مخلي الناس تطبل للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا داخلين سباق مع ريال مدريد الاكثر تتويجا في العالم. ريال مدريد، هل انا اقدر دلوقتي اقول ان الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم؟ الناس عليا بتقول، هتقول عليا كذاب وضلالي ومنافق و... ليه؟ لان ريال مدريد خد عنده 26 بطوله وانا عندي 23 بطوله، وبالتالي 26 بطوله بالنقاط بتاعتهم اكبر من 23 بالنقاط بتاعتهم. ده بالمنطق وبالعقل وبكل حاجة. لكن أنا لما باجي أتكلم عن نفسي، أنا بتكلم مش أنا إسلام يعني، النادي الأهلي لما بيجي يتكلم عن نفسه بيتكلم عن إيه؟ أنا بنافس ريال مدريد، ريال مدريد. مش بنافس، كل الاحترام لكل الأندية المصرية والأفريقية والعربية، كلهم على دماغنا وكلهم ناس محترمة وعندهم مشجعينهم وكل حاجة، ولكن هذه هي الحقيقة، هذه هي الأرقام، هذه هي الدلائل والبراهين اللي بتقول إن النادي الأهلي هو الثاني أكثر نادي تتويجا في أفريقيا؟ لا. في الوطن العربي؟ لا. في العالم بعد ريال مدريد. الموضوع بسيط، بسيط جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضراتكم فوتبول داتا بيز حطينا في موقف بايخ. واضح ان اللي بيشتغلوا هناك اهلاويه، اهلاويه انجليزي اهلاوي مثلا، او اوروبي اهلاوي، او افريقي اهلاوي يعني. طبعا مفيش الكلام ده. ال25 على العالم، ال25 على العالم، مش على افريقيا او مصر، لا، ال25 على العالم. فمن فضل حضراتكم لما تيجوا تتكلموا اعرفوا المعلومه كامله، مش واحد طلع يقول كلمتين ويرمي كلمتين ويهجس تهجستين علشان الناس تعمل له لايك وريتويت وتتفرج عليه وتعمل له فيوز كبيره. قول اللي انت عايزه، انا مش هتكلم في المواضيع دي تاني، بصراحه انا مش هتكلم في المواضيع تاني، لان انا عندي مواضيع اهم وكتيره جدا جدا. يعني النهارده كنت بدل ما اتكلم في الكلام ده كله اتكلم في ازاي هدايه ملاك دي كذبت، وازاي سيف عيسى ده عمل، وده يهم جمهور النادي الاهلي اللي متشوقين ان هم يشوفوا، لان هم مصريين فيهمهم ان هم يشوفوا ميداليه برونزيه، وان شاء الله يبقى فيه فضيه، وليه لا يبقى فيه ذهبيه، ولما يرجع ترجع البعثه نجيب المهندس هشام حطب ونقعد نتحاسب معاه، انت قلت كذا وكذا وكذا، ليه ما بناخدش ذهب، ليه ما بناخدش فضه، ليه ما هو ده اللي احنا عايزين نعمله. عايزين الرياضه المصريه ترتقي خلال الفتره اللي جايه، مش ان احنا مجرد ان احنا طالعين ناس بتزعق، ناس بتزعق وخلاص، لمجرد ان هي بتزايد على النادي الاهلي، بتزايد فقط على النادي الاهلي، مش لحاجه تانيه. عشان هي كلهم ناس محترمه وكلهم كويسين جدا، ما عنديش اي مشكله، ولكن في النهايه يا جماعه لما تيجوا تتكلموا اعرفوا التاريخ والحقائق، اعرفوا الاحداث التي تحدث حواليكوا. مش انا طالع اقول الكلمتين واخد الضحكتين واخد اللايكين واخد الاثنين ريتويت وخلاص وابقى مبسوط. ما ينفعش يا جماعه كده، ما ينفعش. كل سنه وانتم طيب يا موسيماني. النهارده موسيماني عيد ميلاد. موسيماني بقى عنده كام سنه يا شباب؟ 57 سنه. موسيماني بقى عنده 57 سنه النهارده. موسيماني يستحق كل التحيه، كل التقدير. عنده اخطاء طبعا، مفيش مدير فني في العالم كله ما بيبقاش عنده اخطاء. مين افضل مدير فني في العالم؟ جوارديولا عنده اخطاء. مين تاني افضل؟ مورينيو عنده اخطاء.
كل الناس عندها أخطاء، ودايما بنتكلم عن الأخطاء، ولكن احنا لما بنيجي نتكلم بننقد نقد بناء، نقد يساعد الفريق ان هو يبقى لقدام ويبص لقدام. وموسيماني نفسه قال هذا الكلام هنا على الكنبة اللي قدام حضراتكم دي، في الكنبة دي كان قاعد هو وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكلم معايا في كده، قال لي انا بحب اتفرج على قناة الاهلي والاستوديو التحليلي في قناة الاهلي علشان بينتقدوا النقد البناء، وانا بسمع منهم وباخد، لانهم كلهم نجوم كبار وليهم اسمائهم وبيعرفوا يتكلموا في ايه وما بيتكلموش في ايه. هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي، هو ده الحراك اللي احنا عايزينه يحصل. بننتقد ولكن باخلاق النادي الاهلي، بنرد ولكن باخلاق النادي الاهلي، وهنفضل نعمل كده وهنفضل نتمسك بكده، لان هي دي حياتنا وهو ده اسلوبنا، ولن نحيد عن هذا الموضوع مهما حصل، مهما حصل عمرنا ما هنحيد عن هذا الموضوع. فموسيماني النهارده، انا ايه اللي طلعني للكلام؟ انا موسيماني النهارده بيكمل 57 سنه، الحقيقه 57 سنه، عامل على، خلينا نتكلم على الثمان شهور الاخيره. موسيماني له تاريخ طويل جدا في جنوب افريقيا، حضراتكم عارفينه، ولكن اعتقد من وجهه نظري ان تاريخه الاكبر هيكون في النادي الاهلي، زي ما جوزيه كان عنده تاريخ ما قبل وجوده في مصر مع النادي الاهلي في البرتغال، كان عامل تاريخ جيد، ولكن تاريخ مانويل جوزيه في الثلاث اربع مرات اللي جه مسك فيهم النادي الاهلي وعمل معاهم بطولات كبيره جدا. ولما سئل موسيماني امبارح عن انت بدات تعمل زي جوزيه، هو انا زي ما قلت لحضراتكم امبارح فكرني بمباراه، انا كنت يعني كنت موجود في الملعب في هذه المباراه، مباراه الاتحاد والاهلي كانت في استاد القاهره، والاتحاد كان كسبان 2-0 للدقيقه 37 ولا 38 سنه، والله مش فاكر 6 ولا 7 ولا 5 ولا 2005 يعني. فجوزيه عمل ايه؟ غير ثلاث مدافعين وحط ثلاث مهاجمين، وينج رايت وينج ليفت، وثلاثه زي ما حصل بالظبط امبارح موسيماني. فامبارح احد الصحفيين التقط الموضوع وسال موسيماني، قال له انت بدات تغير زي جوزيه؟ قال له لا، انا بالنسبه لجوزيه حاجه صغيره جدا، لانه قعد فتره طويله وخد فيها بطولات كتيره، وهذه هي الحقيقه. موسيماني رجل متواضع، عارف بيتكلم ازاي، عارف لما بيجي يتكلم عن جوزيه بيتكلم عنه ازاي، لما بيجي يتكلم عن جمهور الاهلي بيتكلم عنه ازاي. لكن في النهايه يظل موسيماني في الثمان شهور دول واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي جم النادي الاهلي، استفاد جدا من وجوده في النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي استفاد من وجود موسيماني. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى افضل وافضل وافضل، هندور على الدوري وهنبص على الدوري وهنبقى عايزين ناخد الدوري. وموسيماني قال هذا الكلام امبارح، والكاس والبطولات الافريقيه القادمه، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني، دايما باصين للبطولات فقط، للمكسب، لرقم واحد، وبعد كده 2 زي 3 زي 5 زي 10 زي 20 ما عندناش اي مشكله، لكن دائما ينظر النادي الاهلي لرقم واحد. كل سنه وانت طيب يا موسيماني، وعيد ميلاد سعيد. النهارده بيكمل بيتسو موسيماني عامه رقم 57. نتمنى يا رب دوام الصحه ودوام العافيه لبيتسو موسيماني خلال الفتره القادمه، ربنا يهديه كده ويكرمه ويقدر يعمل المباريات اللي جايه. عندنا مباراه يوم الخميس القادم، مباراه صعبه امام اسوان، هنتكلم عنها في وقتها ان شاء الله. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بيتسو موسيماني وعيد ميلاده، وبعد هذا التقرير هنرجع نكمل مع حضراتكم شويه حاجات بسيطه، وبعد كده نطلع فاصل. بإنجازات غير مسبوقة وتجربة استثنائية في تاريخ القارة الإفريقية، يحتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعيد ميلاده 57. موسيماني من مواليد 26 من يوليو عام 1964، بدأ مشواره لاعبا بالفريق الأول لنادي كوزموس الجنوب إفريقي عام 1982، ولعب لعدد من الأندية الجنوب إفريقية على رأسها سان داونز وأورلاندو بايرتس، قبل أن يقص شريط المحترفين من أبناء جنوب إفريقيا في الدوري اليوناني عام 1989 ضمن صفوف يونايكوس، الذي استمر معه حتى العام 1995، واعتزل بقميص السد القطري عام 1996 ليبدأ مشواره التدريبي. موسيماني بدأ مساعدا للأسطورة بروس جروبيلار، أشهر حراس مرمى ليفربول الإنجليزي، في نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي عام 2001، ثم تولى القيادة الفنية بعد شهور قليلة ليكتب تاريخا كبيرا.
تولى موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا لفترة قصيرة، ثم مساعدا في نهائيات كأس العالم 2010، وصنع المجد في القيادة الفنية لماميلودي سانداونز الذي تولى قيادته لمدة 8 سنوات من عام 2012 وحتى 2020، وتوج معه بدور أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك في عام 2016. كان الفصل الأجمل في رحلة موسيماني حين اختاره الأسطورة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي لتولي تدريب فريق القلعة الحمراء عام 2020، ليتوج بدور أبطال إفريقيا والدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية في غضون شهور قليلة، ويصبح الاسم الأشهر بين الأفارقة في عالم التدريب على الإطلاق. مع الأهلي عادل موسيماني إنجاز الجنرال الراحل محمود الجوهري والأرجنتيني الراحل أوسكار فيلوني في التتويج بدور أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين بعد البطولة 9 للأهلي، ثم زاد سجله بالتتويج بالعاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. موسيماني يواصل مشواره ويحتفل بعيد ميلاده داخل ملعب مختار التتش. كل سنة وأنت بطل مع الأهلي يا موسيماني. كل سنة وانت بطل يا موس يا موسيماني، لانه الحقيقة يستحق الحقيقة ان احنا نقوله دائما كل سنة وانت طيب، ودائما لما هتغلط هتلاقينا هنا داخل قناة النادي الاهلي بنقول لك ان انت غلطت زي ما انت طلبت مننا بالظبط وانت قاعد معانا. كل سنة وانت طيب، وان شاء الله السنة الجاية تبقى افضل وافضل، وناخد دوري وكاس، وطمعين احنا في طمعين في الطموح، في الطموح الحقيقي، يعني مش الطموح الطموح الحقيقي، طمعين ان احنا عايزين ناخد دوري وعايزين ناخد كاس وعايزين ناخد كل حاجة. اخر حاجة قبل ما اقولها، اخر حاجة هقولها قبل ما استقبل ضيوفنا النهاردة، حمدي فتحي بيتجوز، الف الف مبروك طبعا لنجم النادي الاهلي حمدي فتحي. وبالمناسبة حمدي كتب امبارح على انستجرام وتويتر ان هو يعني كان محدد وقت الفرح ده من زمان جدا، ايام الجدول القديم، لما الجدول القديم كان الوقت ده فيه اجازة. ولكن عموما يا حمدي ربنا يكرمك وربنا يوفقك، وانا عارف ان الجواز اللعيبه ده ما بيبقاش حاجه بقى شهر عسل وتقعد شهر عسل والكلام ده كله، ولكن بيبقى حاجه قصيره جدا جدا جدا. فانا اعتقد ان في خلال يومين ثلاثه اسبوع بالكتير هتلاقوا حمدي فتحي موجود في الملعب. وحمدي من اللعيبه اللي بتتميز ان هي بترجع بسرعه، يعني لو تاخدوا بال حضراتكم بعد الاصابه الاخيره قعد حوالي فتره طويله جدا عنده اصابه، ولكن رجع ورجع افضل من الاول. وحمدي فتحي كل جمهور النادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير، فانا يعني بقول له الف الف مبروك. وكان عازمنا طبعا النهارده نكون متواجدين كل الكرو اللي كان موجود، ولكن للاسف الشديد ارتبطنا بميعاد الهوا طبعا. فالف الف مبروك لزميلنا او لصديقنا والنجم الكبير كابتن حمدي فتحي. نتمنى له يا رب الصحه والعافيه والرزق الحلال خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله مراته تبقى وش السعد عليه، ويرجع حمدي فتحي تاني في ظل أيام قليلة جدا جدا، ويكون أحد النجوم اللي تساعد النادي الأهلي على الفوز بإيه؟ ها؟ بالدوري اللي مش هنتنازل عنه، اللي مش هنسيبه، اللي هنفضل دايما كإعلام واقفين في ظهر فريقنا عشان ناخد الدوري وناخد الكاس وناخد البطولة الأفريقية للمرة الـ11، ونحط زي ما كنتوا شايفين امبارح كنا حاطين 10 نجوم على الترابيزه بتاعت امبارح، عايزين نحطهم 11 وعايزين 12 وعايزين 13، مفيش اي مشكله. بتتغير الاسماء ولكن يظل دائما النادي الاهلي موجود، تتغير الاسماء والاشكال ولكن يظل دائما النادي الاهلي موجود. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 2 من النجوم الكبار، واحد باك ليفت وواحد باك رايت، واحد باك شمال وواحد باك يمين. هتكلم معاهم نجم الكبير كابتن احمد نخله طبعا نجم النادي الاهلي السابق، وكلام كبير جدا جدا عن ناحية الشمال في النادي الأهلي وفي الأندية ورؤيته الحقيقة لما يفعله علي معلول خلال الفترة السابقة. أيضا أحمد عادل أحد النجوم الكبار اللي كانوا متواجدين في النادي الأهلي لفترات طويلة في النادي الأهلي، ولعب في ناحية اليمين في الباك رايت وأدى مع علي وزيادة في هذا المكان. نسأله عن محمد هاني وعن أكرم توفيق وعن إيه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاية في النادي الأهلي. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل 2 من النجوم الكبار كابتن أحمد نخلة كابتن أحمد عادل في ضيافة البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي لفترات طويله الحقيقه وعملوا انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي. النجم الكبير كابتن احمد نخله. ازيك كابتن احمد؟ حبيبي الله يخليك يا اسلام، منور. الله يخليك، ده بنورك طبعا. انا سعيد جدا اني موجود معاك النهارده. احنا سعداء بوجودك معانا النهارده. يا رب يخليك، ومبروك طبعا على التالق وعلى البرنامج الجميل، ويا رب ان شاء الله مزيد من التالق. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن احمد عادل، بس هقول له يا ابو حميد بقى عشان هو اخو الصغير يعني. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، وانا سعيد ان انا ببقى موجود معاك دايما. مبروك على البرنامج. اسكندريه واهل اسكندريه كدا. لا دايما كده حضرتك مشرف اسكندريه. حضرتك دايما مشرفنا، وسعيد ان انا مع الكابتن طبعا تاريخ كابتن احمد نخله. النهارده احنا باك ليفت وباك رايت، لعبتوا على بعض ولا ما لحقتش انت كابتن احمد؟ ممكن باكين رايت بقى على باك ليفت. لا انا ماليش دعوه، انا بره. ما لحقتش انت كابتن نخله؟ لا كنت بتفرج عليه يعني. اتفرج عليه بس. بس يعني كنت بدعي ربنا ان انا ما العبش عليه. طبعا حبيبي يا احمد، ربنا يخليك. لا طبعا احمد، انا سعيد كده طبعا بوجود احمد معانا طبعا. اسم كبير طبعا، وكان له دور كبير طبعا في التالق في النادي الاهلي، وسلوكيا طبعا اخلاقه عاليه جدا احمد ما شاء الله، وكان برضو كان اداؤه رائع وجيد. وطبعا انا يا نجم، ما هو ما شاء الله اسلام طبعا، انا مش هتكلم طبعا عشان اسلام ما شاء الله عليه. لا لا، هو صغير فيعني يعني بيتعلم يعني يرفع اوفرات ولا ما بيعرفش؟ لا لا بيلعب يا اسلام. لا لا كويس. لا لا اتعلمت من حضرتك. حبيبي يا ابو حميد ربنا يخليك. هو في وجودك طبعا حته الباك رايت ما شاء الله، يعني هنتكلم هنقول ايه يعني. المحترمه جدا واللي عمل انجازات كبيره جدا جدا الحقيقه طبعا. بتضاف لرصيده مع النادي الاهلي الحقيقه في فتره كانت كلها بطولات. مظبوط، فتره كلها بطولات. كابتن نخله، هبدا معاك امبارح بفوز النادي الاهلي 3-2. 3-2 نتيجه لم تكن في الحسبان بالنسبه لناس كتيره جدا من الجمهور النادي الاهلي، لانه حتى رقميا لما تيجي نتكلم بالارقام النادي الاهلي في المركز حاليا الثاني بفارق ماتشين طبعا عن نادي الزمالك، ولكن المركز الثاني والمركز قبل الاخير او الاخير اعتقد نادي الانتاج الحربي. ولكن الحقيقه كابتن كشري كمدير فني مع الانتاج الحربي امبارح عمل مباراه رائعه طبعا. ولكن النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز في هذه المباراه. هو طبعا زي ما انت اتكلمت يا اسلام، مباراه كانت صعبه جدا للامانه. يعني لما نيجي نتكلم على فرقه الانتاج الحربي طبعا، بكل التحيه وكل التقدير للكابتن احمد كشري على اللعيبه على مجهودهم امبارح. عملوا مباراه كبيره طبعا قدام النادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم على النادي الاهلي بطل، بتتكلم على فريق بطوله، بتتكلم على افضل ثالث نادي في العالم، بتتكلم على افضل نادي في افريقيا. ان هو يرجع ويعمل الرجوع دوت ويقدر في توقيت صعب جدا، ومع يعني بقول ان هو بصراحه يعني دهاء من مستر موسيماني ان هو لا ده موسيماني ده ما بيعرفش يدرب يا راجل. لا طبعا لا طبعا لا 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 يعني بصراحه، حتى يمكن هو كان في تصريح قاله وانا كنت موجود مع كابتن سيد في النادي الاهلي، وقلت له يعني انا يعني بحترمك جدا، يعني ان انت بعد كل مباراه او بعد كل بطوله بتطلع تقول انا مدرب صغير، انا مش كبير، انا لسه بتعلم. لا انت مدرب كبير، لا انت محترم جدا، لا انت عندك فكر، لا انت عندك رؤيه. واللي حصل امبارح دليل على ان انا بقول لك عليه يا اسلام، ان هو يرجع بالرجوع دوت ويقدر يتعادل في وقت صعب جدا، ويعمل تبديلات يزود الشق الهجومي بالشكل ده، والتوفيق طبعا كبير جدا من عند ربنا طبعا. لكن برضو ان يتوفق في ولتر بواليا البعيد خالص، انا ممكن هتكلم عليها، لكن يتوفق ان هو يجيب جول في التوقيت الصعب ده. انا مش عايز اقول لك انت شفت فرحه لعيبه الاهلي عامله ازاي، لان فعلا احس يعني ان هم مش عارف يعني بعد طبعا بعد نشوه الفوز والفرحه وبطوله افريقيا، ممكن يكون في شويه ضرب قبل كده. احنا بنتكلم مثلا يعني الحمد لله احنا كسبنا امبارح ما خسرناش، يعني احنا كسبنا امبارح ما خسرناش. بنتكلم مثلا على مباراه البنك الاهلي نفس الموضوع برضو، شفت ناس كتير جدا جدا طلعت انتقدت. يا جماعه دي دول مش مكان لعيبه النادي الاهلي، دول لعيبه يعني بشر، ممكن يغلطوا، ممكن في شويه تعب، في اجهاد، السفر كتير دوت، ممكن المباريات اللي ورا بعض كل 48 ساعه مباراه اسلام ده، وانت كنت لاعب كبير برضو واحمد عارفين ان يعني ايه اجهاد، فامر طبيعي. امبارح مباراه صعبه جدا جدا، لكن انا بقول اللي يعمل كده ويرجع بالشكل ده، ده الفريق البطل، ده الفريق. شخصيه النادي الاهلي امبارح ظهرت تمام، الروح العاليه اللي حسينا بيها في اخر حوالي 10 دقائق، ان انت بتقاتل عشان تجيب جون مش عشان تتعادل. احنا تعادلنا هدف حسين الشحات، انا قلت خلاص احنا كسبنا. اول ما حسين جاب الجول احنا كسبنا. شوف حتى التبديلات كلها ايجابيه يا اسلام، حسين نزل جاب جون، بوالي نزل جاب جون، تمام. انت كل اللي نزلوا فرقوا معاك، عملوا معاك الزيادة العددية زي ما انت متوقع يا مستر موسيماني، عاوز تكسب فعلا انت كسبت. احمد كابتن احمد عادل، يعني
شايف ان التغييرات دي ما فكرتكش بحاجه؟ لا انا بشوف ان مستر موسيماني كوبي من مستر مانو جوزيه شخصيه نتائج. انا بشوف ان نتائج مستر موسيماني مع النادي الاهلي حتى في المباريات الكبيره انا بشوف ان هي ارقام مرعبه مرعبه جدا، سواء على مستوى بطوله افريقيا او سواء على مستوى الدوري. راجل كسب كل البطولات اللي دخل فيها. طبيعي انا بقول له من هنا طبيعي مستر موسيماني ان انت ماسك اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي، طبيعي ان انت هتتعرض لانتقاد بحجم كبر النادي وتاريخ النادي. اكيد هتتعرض لانتقادات، لكن هنا مهم داخل النادي الاهلي او السياسه اللي كانت داخل النادي الاهلي او اللي احنا تعودنا عليها، ان انت مدرب لاعب جهاز لازم تتحمل الضغوط. لكن زي ما انت بتشوف يا كابتن اسلام في المباريات، كل ما هتقرب من نهايه الدوري كل ما الضغوط هتزيد. بنشوف دكه النادي الاهلي كله اللي بره حاسس ان هو عايز يخش جوه يلعب، دي روح الفانيلا. وما فقدناش الامل لحد اخر دقيقه، يمكن ناس كتير جدا وقربها يعني زمايلي او اصدقاء شخصيين ليا بيشجعوا نادي الزمالك. عايز اقول لك كابتن، لقيته امبارح بيقول لي انا في الدقيقه 88 او داخل على 90 انا نزلت من البيت، لان انا عارف النادي الاهلي هيجيب في الدقيقه 90. فعلا ده حصل وفي اكتر من مباراه، ودي حاجه مش جديده، دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي. زي ما كنا موجودين وبيقول لك العب لحد صفاره النهايه، كنا فعلا بنحقق المكسب في الدقائق الاخيره، ودي روح الفانيلا ودي السياسه اللي ماشي عليها والنهج اللي ماشي على النادي الاهلي. لكن هنا الحظ ممكن يلازمك مره مرتين، لكن مش هنقول حظ، هنقول توفيق. لكن جهاز شغال على عامل التوفيق كويس، لعيبه شغاله على عامل التوفيق كويس، لما ربنا بيكرمك في الدقيقه 93 وعلى مدار مواسم كتير جدا ربنا بيكرمك في الدقيقه بعد التسعين، لا هنا شغالين على العامل التوفيق بشكل كويس، مش حظ. الكره ممكن تديك الحظ بعض الوقت لكن مش في كل وقت. لكن انا بشوف الحاجه الايجابيه اللي شغال عليها الجهاز واللعيبه هي عمليه الفير بلاي من الجهاز الفني، ان اي حد موجود بيلعب اي حد موجود بيلعب. انت مش موجود معاك اكرم توفيق، مش موجود معاك الشناوي، لكن بتحقق المكسب نفس السيناريو الماتشات نفس سيستم اللعب. فدي حاجه تحسب لمستر موسيماني وحاجه تحسب للعيبه والروح طبعا اكيد. لكن معلش يا كابتن احمد، انا عايزك برضو لانه انت حضرت فتره انجازات كبيره جدا مع مانويل جوزيه، وكنت بتشوف التغييرات اللي كانت بتحصل. يعني احنا ساعات في مباراه من المباريات الاتحاد انت ما كنتش موجود، في مباريات اخرى كتيره حصلت ان احنا بيعمل تغييره كبيره جدا ورا، ان انت بيلعب باثنين مدافعين ويهاجم. يقول لك لما كنت بطلع اساله او لما كنا بنطلع نتكلم معاه ونساله كان دايما يقول لك ايه على طول، كان مستر مانويل هتلاقي فترات كبيره جدا هتلاقي وائل جمعه بيلعب فيرويد. فده ده دي جرأة من المدير الفني، وده مطلوب. مطلوب ان انت في وقت من الاوقات انت خلاص انت البونت مش هيقدر يفيدك، لكن بتلعب على الثلاثه بونت، لكن بيبقى عندك البدايل او التغييرات وفي اوقات معينه اللي هي بتنزل تكسر القلب الجرينتا اللي انت تقدر تشتغل بيها. هي دي الروح والقلب، وما بيخافش. ده انا كنا بنشوفه كلاعيبه من مستر مانو في محاضره بوضع طبيعي، لما بتلاقيه مثلا بيلعب بركات، بيلعب متعب، بيلعب فلافيو، بيلعب احمد بلال، هتلاقي حوالي ستة او سبعة ممكن في الناحيه الهجوميه هتلاقيه بيضيف لك في الناحيه الهجوميه. فده يديك انطباع ان انت في وقت من الاوقات ان لا انت هتفضل راكب المباراه. وهنا الروح والقلب انت بتستمدها من المدير الفني، وده اللي كنا فعلا بنستمده من مستر مانويل. كابتن نخله، يعني موسيماني وقيادته الفنيه خلال الفتره الاخيره، ما فيش مدرب في العالم ما بيغلطش وكل المدربين بتخطئ، ولكن في النهايه مدير فني في 8 شهور ياخد 5 بطولات اعتقد شيء جيد. هو مش شيء جيد بس يا اسلام، هو ده يعتبر انجاز ليه هو شخصيا. تمام، لكن هو الحمد لله النادي الاهلي متعود على البطولات. النادي الاهلي نادي كبير وعنده بطولات، وقبل ما يجي مصر موسيماني النادي الاهلي يملك بطولات وعنده انجازات وعنده تاريخ كبير. لكن بصراحه هو الراجل اضاف لنفسه واضاف لنا طبعا. مصر موسيماني هو مش غريب على النادي الاهلي، لانه لما كان ماسك فريق صن داونز كان متابع النادي الاهلي. تمام، فهو من المدربين اللي بيحب اللعب من تحت يا اسلام، يبني من تحت. تمام، حته البناء من تحت ديت، ان حتى امكانيات اللعيبه اللي موجوده هو حبها. فايمن اشرف ان هو بيبني من تحت، بيقدر يزيد له الكوره، بيقدر يعمل باص. نص الملعب كمان، حته التحضير في نص الملعب عنده السوليه. انا مش عايز اقول لك يعني
السوليه يمكن ما بيتغيرش ما شاء الله، لان الراجل مقتنع تماما انه له دور فني كبير جدا في حته نص الملعب. يعني ممكن يلعب بالسوليه وحمدي فتحي، ممكن يلعب بديانج والسوليه، لكن انه يلعب يشيل السوليه من المكان ده صعب جدا. ده دليل على ان الراجل عاوز لعب كوره اخرى غير حمدي وديانج. بالظبط، هو بيعمل رقم 8 دي بيعملها بشكل كويس جدا جدا. تمام، حته كمان طريقه اللعب يا اسلام فرقه كتير جدا جدا معانا، ان انت بتلعب 4-2-3-1. انت لازم لازم في وجود بلاي ميكر زي قفشه. الراجل انا مش عايز اقول لك، قفشه مع فايلر غير قفشه مع مستر موسيماني. 300 درجه افضل. ايه افضل؟ الراجل اداله الثقه بشكل غير عادي مع موسيماني طبعا. قفشه لما كان مع مستر فايلر كان كان بيأدي كل حاجه، لكن على طول باستمرار حاسس ان هو في اي وقت هيتغير. تمام، مع مستر موسيماني يعني الثقه اللي اداها له، الثقه اللي اداها له قفشه استفاد من الثقه ديت. تمام، وادى بشكل جيد جدا جدا وابدع. اعتقد يعني لما نيجي نتكلم على رقم 10 افضل لاعب في مصر دلوقتي هو محمد مجدي قفشه. أيوة، بدون مبالغه وبدون مجامله كمان يعني للامانه. يعني فمستر موسيماني الاداء الفني بتاعه او اسلوب اللعب، خلينا طريقه اللعب خلاص احنا بنتكلم 4-2-3-1 او ساعات مثلا بيلعب 4-3-3، لكن اسلوب اللعب ان هو بيبني من تحت لانه عاوز ناس تلعب كوره، عاوز انتشار جيد وهو بيعملها بشكل كويس. أيوة، ربط نص الملعب مع المهاجمين كمان ان الخطوط تبقى قريبه من بعض، ده شيء ممتع ان انت الكوره تبقى معاك باستمرار استحواذ، ومش استحواذ سلبي، استحواذ في نص ملعب المنافس وبيعملها كتير. محمد مجدي قفشه له دور كبير جدا في ده، انه بيربط بين الاثنين الديفندرات اللي هو ديانج والسوليه، وبيربط مثلا الشحات وطاهر وقفشه، عاملها بشكل كويس قوي. وقفشه كمان عامل حته زياده ان هو بيعمل الزياده العدديه. تمام، وبيروح يجيب جول. يعني قليل جدا لما تلاقي بيميكر ان هو بس اوصل الجناحين، اوصل المهاجم. ده قفشه بيعمل اوبشن زياده ليه هو وللنادي الاهلي، ان هو بيعمل الزياده وبيجيب جوال دلوقتي. بالظبط، فدي بصراحه انا يعني بحيي مستر موسيماني والجهاز اللي معاه كمان سامي قمصان وسيد الناس اللي موجوده وبيطلعوا لنا الشكل كويس قوي ده. الكره الحلوه بتطلع دي، الانتشار، الاستحواذ، الاوفرلابات. علي معلول مفتاح لعب غير عادي. علي معلول أيوه، دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله ان هو رجع من الاصابه بدا يدخل واحده واحده. الناس اللي بتنتقد علي معلول برضه في اوقات، يا جماعه الرجوع من الاصابه وانتم عارفين بياخد شويه وقت برضه. الضغط اللي معمول على محمد هاني يا كابتن اسلام، هنتكلم عن النقطه دي يا كابتن نخله. ولكن كابتن احمد برضه مهم جدا ان احنا، انا ما بحبش المقارنات يعني، ولكن الثقه اللي اتكلم فيها كابتن نخله عن ان هو مستر موسيماني مدي ثقه كبيره جدا لقفشه وده فارق معاه، هل تفتكر ان تقريبا نفس الوضع كان مع بركات وابو تريكه ومتعب والطقم اللي هو كان المهاجمين في ايام مستر مانويل مع اللي موجودين دلوقتي؟ اكيد يا كابتن اسلام، وخصوصا انت بتتكلم في من اهم اللعيبه في مصر مجدي قفشه في المكان دوت. ايوه، الثقه اللي بيستمدها اكيد بيستمدها من المدير الفني، وخصوصا في المحاضرات. لما بيديك حريه تحرك او لما بيحطش عليك ستريس في المحاضرات او ما يحطش عليك كلام ان انت تتحمل مسؤوليه وان انت مطالب ان انت تكسب الفرقه، لكن دي برضو بترجع لشخصيه اللاعب. شخصيه اللاعب هنا هو مقدر قيمه تيشيرت النادي الاهلي، مقدر قيمه الفريق اللي بيلعب فيه، مقدر قيمه البطوله اللي بيلعب فيها. وخصوصا هتلاقي مجدي قفشه في المباريات الكبيره هو بيبقى اللاعب اللي بياخد اللقطه او نجم الشباك مع محمد شريف. لكن هنا اكد على كلام حضرتك وكلام الكابتن نخله ان فعلا بيستمدها من المدير الفني مع مفاتيح اللعب. وخصوصا يمكن اوضح حاجه برضو، ان انت عندك كابتن اسلام حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب للنادي الاهلي فهم في احسن حالتهم. بتتكلم في علي معلول لما بيتحكم في رتم اللعب سواء كان باك ليفت، انا بشوف ان هو من افضل باكات الليفت على مستوى افريقيا. لما لعيب ناحيه الطرف الشمال بيتحكم في رتم لعب النادي الاهلي مع مجدي قفشه مع شريف مع عوده كهربا طبعا بتضيف بشكل كبير جدا لخط هجوم النادي الاهلي. هنا بتشوف حسين الشحات بعد برضو دروب في المستوى بعد الفترات، لكن بيرجع هنا قيمتك انت كلاعب كبير بترجع وتكسب الفرقه. يمكن على مدار 4 أو 5 مباريات لا حسين جاب نفسه تاني، هنا قيمتك انت كلاعب. عوده محمد هاني ان شاء الله تضيف للجبهه اليمنى بعد اصابه كبيره جدا قعد فيها مده طويله. مهمه النقطه دي يا ابو حميد، وانت لعبت في هذا المكان وعارف، خصوصا بعد ما تبقى راجع من اصابه طويله جدا. محمد هاني مش هو، خلينا نبقى متفقين، خلال المباراتين اللي لعبهم مش هو محمد هاني اللي كان قبل الاصابه، ولكن
من وجهة نظرك ده طبيعي ولا مش طبيعي ولا ايه؟ خصوصا بعد ثلاث شهرين اعتقد او شهر ونص ما بيلعبش فيهم بسبب الاصابة. بص يا كابتن اسلام، انا كنت بشوف اداء هاني، يمكن كنت بطلع اتكلم في الموضوع ده على طول، ان طريقة اللعب بعض الفترات هي اللي بتظلم محمد هاني، وخصوصا لما هتلعب 4-4-2 غير لما هتلعب 4-2-3-1. هتلعب 4-4-2 محمد هاني لما بتلعب قفشه طرف يمين، هو ما عندوش الملكه ان هو يرجع يدافع مع واحد على اثنين على طول، واحد على اثنين على طول، فدي اللي كان بيعاني منها محمد هاني. لكن مع عودته من الاصابه اكيد اللعيبه هتشيله بشكل كويس، سواء السد باكات اللي بتلعب وراه، سواء الديفندرات، وهيبقوا مقدرين ان هاني لسه راجع فهيشيلوه. ده طبيعي ان احنا نشوفه وضع طبيعي، يعني ما وصلش طبعا ل 100% من المستوى اللي احنا كنا بنشوفه في بايرن ميونخ وهو بيلعب في كاس العالم وما بقى والمباريات اللي بعد كده في كاس العالم. ده طبيعي، وضع طبيعي يا كابتن اسلام، ان انت لسه راجع من الاصابه، ففي لعيبه ما عندها الملكه دي وفي لعيبه مش عندها. يمكن نشوف بجلبرتو لما كان غاب حوالي سنه وبعد كده رجع، ما تحسش ان هو لسه كان بيلعب نص ساعه يعني. وبعدين جوزيه كان اسمه جلبرتو، كان اسمه جلبرتو مانويل جوزيه. مظبوط. يعني يدافع بهجمه زي ما هو عايز. فهاني لا، هاني لعيب كبير، مشوف اللعيب كبير واضافه للجبهه اليمنى في على مستوى مصر. لا طبعا انا بتكلم في النقطة اللي الناس بتتكلم فيها دلوقتي، ان هو بعد اصابة طويلة، يعني انت راجل لعبت في هذا المكان، وانا فاكر ان جات لك برضو اصابة وكنت بتلعب في الوقت ده، وبعد كده لما رجعت ما كنتش احمد لغاية لما بقيت. هي دي النقطة، يعني طبيعي ان احنا نشوف الكلام ده. هو طبيعي يا كابتن اسامة، خصوصا انت بتلعب كل 3 ايام مباراة. بالظبط، يعني كل 3 ايام مباراة. دي برضو هنا برضو عايز اتكلم في النقطة ان هي ما فيش تكافؤ فرص. انت بتلعب في 28 يوم بتلعب 10 مباريات، وخصوصا انت النادي الاهلي هو اللي بيمثل مصر، هو اللي بيشرف مصر حتى في المسابقات العالمية، خصوصا بيوصل كاس عالم الأندية، بيبقى ده راجع من دوري أبطال. فهنا برضو مع محمد هاني اللي كان بيشيل مع أكرم، هنا عايز أتكلم في النقطة دي برضو، إن أنت عندك 3 أو 4 لعيبة مع منتخب الأولمبي. فهنا أكرم لو هاني ما كانش لو هاني كان هيلعب كان ممكن أكرم هتلاقي مكانه، هتلاقي مثلا طاهر مش موجود، هتلاقي شيناوي مش موجود، هتلاقي صلاح محسن مش موجود، بيكم مش موجود، بيكم مش حتى موجود حتى لو ما كانش بيلعب، ولكنه قد يكون اضافه من وجهه نظر المدير الفني. في لعيبه كتير جدا مش موجوده، لكن هنا برضو لازم لما هتجي لي فرصه لازم امسك فيها. ايوه، فهي دي النقطه اللي عايز اكد عليها. لما اكرم مش موجود، لا انا موجود، هاني موجود، همسك في الفرصه وهرجع اثبت نفسي تاني واحط رجلي تاني. هي دي الروح اللي تبقى موجوده، لازم تبقى داخل فريق، وخصوصا بيبقى في فرق يا كابتن اسلام، بيبقى في واحد في مركز وفي فرق بيبقى في 2-3، بتبقى المنافسه بتبقى في مصلحه الفريق. فدي اهم نقطه اكيد. يعني نخله امبارح علي معلول الحقيقه عمل اوفر يدرس، طبعا الاوفر بتاع الهدف الثالث. طبعا انا من وجهه نظري ان الاوفر ده وانا كان رايي ان علي يعمل كده من الاول، ان هو كان واضح ان هو ايه، يعني حتى دايما لما كنت باجي اتكلم معاهم كنت اقول لهم كده يا جماعه، لو انت شايف ان هو مش يومك، لو انت شايف ان هو مش يومك النهارده بس بتلعب، فتعمل ايه؟ تعمل نقاط القوه اللي عندك كويس. يعني انا بعرف ارفع اوفرات، احمد كان سريع، فنعمل له ايه؟ تلعب له في الواسع مثلا يعني. فعلي امبارح استغل اللي عمله ده ازاي؟ خد الكره خطوتين قدام وعمل الاوفر عالمي، حاجه كده جامده جدا. اجيبها لك من البدايه يا اسلام. اشوف ان شوف ديانج في الـ في الـ في الـ في الكره دي، شوف جاي منين، اللي هو جاي اكنه سردباك جاي مكمل وعامل باص لعلي وعاوز يعمل الاوفر لاب ويطلع من وراه كمان. تمام، علي معلول بذكاء شديد جدا، تمام، وبدقه متناهيه، بدقه قويه جدا كمان، حته الكروس طبعا. شوف ديانج استلم وعاوز يعمل زياده، خلاص انت عندك ارض، ضرب ارض وخد وراح عمل الزياده. أيوه. وعاوز يلعب لعلي ويعمل اوفر لاب من وراه كمان. صح، شوف خد عين الباك رايت في الانتاج بالظبط. وراح خلاص طلع معلول دلوقتي، علي معلول دلوقتي بص لقى في زياده في هناك اتنين، في مروان وفي بواليا، وعمل كروس قوي جدا صعب على حارس المرمى. كان شريف وبواليا. وشريف وبواليا مظبوط، صعب جدا على حارس المرمى. وبواليا بصراحه يعني لازم يشكر علي معلول على الكره العرضيه الممتازه دي، عالميه بصراحه. بالظبط، يعني انا اعتقد يعني ان باذن الله بالهدف ده بواليا الثقه لازم ترجع له. الهدف الغير عادي ده اللي فرق كتير. يعني يمكن يا اسلام عايز اوصل لك حاجه، ان الثلاثه بونت دولت ممكن يفرقوا معاك في نهايه الدوري. ممكن يكونوا هم دولت الدوري العالمي. افتكر في 2019 مباراه سموحه جيرالدو لما جاب الجون احمد في اخر ثانيه برضو في الدقيقه 93 ولا حاجه، فرقت كتير جدا وقدر النادي الاهلي في النهايه ان هو ياخد البطوله. ولكن مكاسب عديده جدا من مباراه الانتاج الحربي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن
مكاسب مباراة الإنتاج الحربي. وفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن نخله، برضو مهم جدا نعرف ازاي نتعدى مرحله الاجهاد اللي احنا فيها. احنا مجهدين من بطوله افريقيه، من بعد البطوله الافريقيه بتلعب كل يومين ثلاثه مباراه، وعندك هذا الموضوع لغايه تقريبا نص ثمانيه. تقدر تعمل كده ازاي او تتعدى هذا الاجهاد ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، هو طبعا الجهاز الفني طبعا الحمد لله برضو عندهم الخبرات وعندهم الامكانيات. يمكن في النادي الاهلي جهاز الاستشفاء دوت اللي موجود دوت، يعني اعتقد يعني هم مش مقصرين فيه بصراحه. ايوه طبعا موجود. طبعا الموضوع برضو ان انت برضو بتحاول المباراه اللي فاتت، انت برضو ريحت محمد شريف برضو بحيث ان انت برضو خلاص عنده شويه اجهاد، لازم احاول خلاص مش عايز اهلك اللاعب. برضو تقدر تعمل الروتيشن دوت موجوده. انت برضو دلوقتي انت عندك برضو كام لاعب، ست لعيبه في مع المنتخب الاولمبي في طوكيو. طبعا الناس اللي موجوده طبعا لازم تشارك ولازم تاخد. طبعا يعني كهربا بدا ياخد، محمد هاني لما اكرم مش خلاص بدا، اجاي كمان بدا ياخد، حتى اجاي برضو في ناس مروان وكلهم مروان يعني كهربا برضو في ناس بتنتقد ادائهم. يا جماعه الناس دي بعيده، يعني معلش مش ممكن التمرين عمره ما هيجيب لاعب. بشوف اداء كهربا كويس يا احمد. والله هو عايز كل حاجه يا اسلام، وانا حتى بالزبط. قلت له الكلام ده هو معايا، لكن لا يعني احسن من عايز مباريات يا اسلام. احنا بنتكلم التمارين هي مش هي اللي تجيب فورمه مباريات، لكن مباراه واثنين وثلاثه هتلاقي فورمه المباريات جات لك. اجي نفس الموضوع، كان بعيد بقاله فتره، فعلى الاقل اديله كمان مباراه اثنين هتلاقيه رجع تاني. علي معلول برضه كان راجع من الاصابه، ما كانش هو علي معلول اللي احنا عارفينه. مظبوط، علي كان بيعمل اللي مطلوب. بالظبط، يعني لعيب ذكي بالظبط كده. نفس الموضوع برضه انا بتكلم، برضه كنا بنتكلم شويه على محمد هاني. محمد هاني يا جماعه لعيب كويس جدا، محمد هاني لعيب مؤثر يا جماعه، مش عشان بس هو لسه راجع من اصابه وعاوز يقف على رجليه. ممكن مباراه كمان مباراه او اتنين هتلاقي محمد هاني رجع. محمد هاني في ماتش بايرن ميونخ متصنف من دول اوروبا، في ثلاث اربع فرق في اوروبا كانوا عاوزينه يا كابتن اسلام. فاحنا برضو مش عايزين نضغط على هاني وبرضو نقارنه باكرم توفيق. لا، اكرم متوظف في المكان ده بالظبط كده، وادى برافو عليه، هو اصلا ديفندر وادى بشكل كويس جدا في المكان ده، تمام، ونجح الدور اللي هو عمله بشكل كويس. وبعدين محمد هاني لما يكون موجود، محمد هاني واكرم كمان موجود ويبقى في تنافس في المكان بالظبط كده. الفتره اللي كنت موجود فيها احمد كان في احمد عادل، احمد صديق، ومحمد عبد الله، واسلام وبركات، كتير جالنا فتحي وجالكوا فتحي في الاخر. مظبوط، فيعني هذا هو النادي الاهلي، دايما يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه في كل مكان، ما عنديش مشكله. ايه رايك في ده اكرم توفيق؟ اكيد يا كابتن، اضافه كبيره طبعا، اضافه كبيره، خصوصا ان هو متوقع يا احمد بالروح اللي عنده بالقلب اللي عنده بالقوه البدنيه اللي عنده هيقدر يأدي فيها بشكل كويس. لكن مش هتقدر تطلب منه مهام الباك رايت. ان هو بيعمل تغطيه عكسيه، ان هو بيرفع كروس مثلا في الشوط، يرفع 3 4 كروسات. مش هتقدر انت كمدير فني ان انت تطلب منه ده، لانه خصوصا انت بتلعبه كمضطر. لكن ادى بشكل كبير جدا، كان اضافه للجبهه اليمنى، وفعلا كان شايل المكان ده. المكان ده بخصوصا طرفين الملعب ومن اهم الاماكن، وخصوصا في فرق كبيره. فرق كبيره انت مهم يبقى طرفين الملعب عندك، لان هم لازم يبقوا مفاتيح لعب. لازم في نفس الوقت زي ما انت بتدافع كويس وبتعمل التغطيه العكسيه، مهم جدا ان انت يبقى عندك مهام هجوميه. أيوة. وخصوصا في حته الكروسات. يمكن زي ما شفنا اخر مباراه، علي معلول لما حس ان هو مش فايق او مش في حالته بقى بيعمل كروس من ثلث الملعب، وبقى هو نجم المباراه، وفي نفس الوقت انت احرز هدف وصنع هدف. مظبوط. فهنا دي بتبقى ذكاء من اللعيب. لكن لما ارجع لاكرم تاني، لا، الروح والقلب والعزيمه اللي كان عند اكرم، وخصوصا ده بدا فيه من مباراه المصري في اسكندريه. كنت متابعه بشكل كويس، بيأدي بسبع ثمان او مباريات بنفس الاداء بنفس الرجوله. لكن كان عنده حسن الظن فعلا، كان قادر يغطي الفراغ اللي سابه محمد هاني. ده راجع للروح والقلب اللي عند اكرم، وكان فعلا اضافه كبيره للجبهه اليمنى. اكيد الغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي ودور النادي الاهلي الوطني في هذا الامر، بمعنى ان عندما طلب من النادي الاهلي ان يكون هناك ست لاعبين متواجدين مع المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي لم يرفض، ومع ذلك لعب مبارياته، وبالتالي متاثر طبعا. ست لاعبين منهم اربعه تقريبا او خمسه كلهم القوام الاساسي، يعني نعم كانوا القوام الاساسي، القوام الاساسي في الفريق. وبالتالي بتشوف الموضوع ده ازاي يا كابتن نخله، خصوصا النادي الاهلي من الواضح ان هناك تاثر سلبي بعدم وجود السته دول، حتى لو هو عايز يريحهم هيريح ثلاثه
وبعدين يدخل ثلاثة ويطلع ثلاثة، يعني هتبقى في روتيشن أفضل من كده شوية. هو طبعا كلام منطقي جدا طبعا يا إسلام، لكن طبعا منتخب الأولمبي المصري منتخب بيمثل مصر، وطبعا النادي الأهلي برضو الحمد لله مش مستحيل طبعا مصر رقم واحد طبعا، ودي طبعا أولويات في النادي الأهلي. مزبوط. وإحنا تعلمنا برضو على كده إن إحنا برضو الانتماء ده شيء مهم جدا جدا. أي. طبعا النادي الاهلي وافق وما اتكلمش وقال ان هو زي ما انت قلت انا عندي، بالعكس ده سهل الامر، بالظبط سهل الامور، ومساند لمنتخب مصر وللجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله اعتقد برضو ان مصر الموسيماني والمجلس اداره ان هم يوافقوا ان اللعيبه المؤثره ديت في ظل برضو انت بتقاتل على بطوله الدوري عام، انت الحمد لله عامل ريكورد كبير جدا ان انت حصل على 42 دوري عام وعاوز تكمل تمام. لا لا فادي فادي ان شاء الله ما هنسيبش ده. الحقيقه برضو دايما بتصور او ليه بتقول كده يا اسلام؟ نعم ليه بتقول كده؟ فريق كبير جدا بقول كده، لانه الناس متخيله ان هي لما تطلع تزعق انا ما عنديش مشكله ان حضرتك ما تشجعش النادي الاهلي، لكن انا مشكلتي بالنسبه لي ان انت ما تقولش نصائح النادي الاهلي ان هو يقعد في، يعني ان هو يسيب للانديه الثانيه تاخد. ما انا مش ذنبي يا جماعه ان انا بكسب، مش ذنبي ان انا عندي اداره محترمه، مش ذنبي ان انا كل الادارات محترمه على دماغي، ولكن انا اقصد ان انا مش ذنبي كنادي اهلي ان انا عندي نجاح في المنظومه بيخليني اخد البطوله كل سنه، مش ذنبي انا اعمل ايه؟ هو نجاح المنظومه مجلس اداره، مجلس اداره رقم واحد، جهاز فني على اعلى مستوى تمام، والعنصر الرئيسي يا احمد الاساسي اللعيبه. ايوه واللعيبه فعلا الحمد لله لعبنا على اعلى مستوى. المثلث دوت موجود الحمد لله في النادي الاهلي، وده سيستم الحمد لله رب العالمين. ليه ما نجحش؟ ليه ما كسبش؟ تمام، عشان كده في بطولات بتيجي، عشان كده في اصرار وفي روح. علشان كده انت متصنف 25 عالميا في العالم، عشان كده انت ثالث عالم، متصنف من افضل ثلاث انديه في العالم. انت واخد افريقيا مرتين يعني في خلال 8 شهور، انت افضل نادي في افريقيا دلوقتي. اعتقد يعني ما دي ما تزعلش حد، بالعكس ده شيء كويس جدا لينا والمصر وجمهور الاهلي وجمهور مصر كله. دي حاجه تسعد الناس، مين يزعل من كده؟ في بعض بيحاول ان هو يودي ما اعرفش جمهور النادي الاهلي، يودي اتجاه معين ان انا مظلوم وان انا فانتوا بتاخدوا كل حاجه. طب انا باخد كل حاجه اعمل ايه؟ طب انا المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ ما اخدش. طب ما اخدش ازاي؟ ما انا اعمل ايه؟ بص يا كابتن اسلام، برضو الناس دي لازم تفهم ان مقومات البطوله، مقومات البطوله عند اللعيبه، مقومات البطوله عند الجهاز، مقومات البطوله عند مجلس اداره النادي الاهلي وعند رئيس النادي الاهلي. مقومات البطوله ما تستغربش لما تلاقي النادي الاهلي لسه واخد بطوله افريقيا، لسه راجع من كاس عالم الانديه، وبيجي الكابتن سيد يطلع كابتن سعد حفيظ يقول لك اقفل الصفحه دي وفكر في اللي جاي. ما تستغربش لما تبقى كسبان الترجي بره في مباراه سيمي فاينل وعندك مباراه العوده في مصر، وتلاقي كابتن الفرقه محمد الشناوي اقفل الاوضه، احنا لسه ما كسبناش، لسه عندنا مباراه في مصر. مقاومات البطوله هي عند لعيبه النادي الاهلي قبل ما تكون عند اي حد. مقاومات البطوله عند الجهاز الفني، عند مدير الكوره، عند مجلس الاداره اللي بيشتغلوا على كده. وزي ما بقول لحضرتك في اي وقت مجلس اداره النادي الاهلي هو بيوفر كل سبل امكانيات البطوله للجهاز الفني. وهو ده النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي بس انت بتطبل كده يا احمد، مش هم بيقولوا كده ولا انا بتكلم بارقام؟ بالظبط بتكلم بارقام. لما تبقى 42 دوري عام وعايز تجيب ال 43 وانت مش بتبص للمنافس بتاعك 12 10 9، لا دي مقاومات البطوله موجوده. أيوة. وما بيمثلش، وخصوصا انت لما تلاقي الدوري 40 هو بيفكر يجيب ال 41، هو ما بصش انت كام، هو لا هو باصص لقدام، باصص لما ياخد بطوله افريقيا خد التاسعه عايز ياخد العشر. وخصوصا دي لما بتوصل لجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بعد ما بتاخد التاسعه ما تستغربش في المباراه اللي بعدها يقول لك العشره. موسيماني كان موجود معايا هنا على الهوا قبل بعد مباراه السوبر، فقال لي يعني انا بستغرب جدا من جمهور الاهلي وبحبهم جدا، عندهم طموح حقيقي، يعني مش الطموح لكن طموح حقيقي في ان احنا وانت كسبان العالم ثالث العالم والناس بتحتفل بيك وبتاع، بيقول لك كان ساعتها البطوله الافريقيه بقى، فبيقول لك ايه العشره. طبعا فهو سامع العشره العشره العشره، فسال سيد قال له العشره دي يعني البطوله الافريقيه اللي جايه يعني. فالراجل نفسه مندهش من طموح الحقيقي للجمهور يعني. بص يا كابتن، لازم في بعض الاوقات لازم ترجع بالذاكره لورا. ايوه بتشوف النادي الاهلي لما خسر 5 من سان داونز وفي مباراه العوده في مصر، بتشوف
كل بيعتبر دي كانت الجماهير اللي كانت موجوده بتساند اكنك كسبان في صن داونز. ولما بتطلع من البطوله الافريقيه خلي بالك يا كابتن اسلام ده عند لعيبه النادي الاهلي ده عند اللعيبه القاده اللي داخل اوضه اللبس النادي الاهلي. انا بشوف ان النجاح الفريق النادي الاهلي وتحقيقه الانجازات والبطولات هي اوضه اللبس. مظبوط. اوضه اللبس اللي موجوده عند الشناوي، موجوده عند ايمن اشرف، عند قفشه، عند وليد سليمان، سعد سمير، السليه، كل اللعيبه دي عندها مسؤوليه تجاه ناديها واتطبعوا بطبع النادي الاهلي. ايوه. خدوا شربوا يعني ايه بطوله، شربوا يعني ايه انجاز، شربوا يعني ايه ان احنا نقفل على نفسنا بشكل جيد، ان احنا نقفل صفحات. فده مش جديد على النادي الاهلي ومش جديد على لعيبه النادي الاهلي اكيد. تمام. برضو يا كابتن نخله هنتكلم في النقط دي لانها نقط مهمه جدا، كيفيه الاستفاده من الامور دي لصالح مصر بقى، لان احنا دلوقتي يعني النادي الاهلي. طب ليه يا جماعه ما نبص للنادي الاهلي، نبص للنص الايجابي، بلاش نروح للنص السلبي. النص الايجابي في ايه؟ النادي الاهلي يا جماعه بيعلم الاجيال ان احنا عايزين وعايزين وعايزين، في سبيل ايه؟ ان احنا نصل ان احنا مصر كلها في الرياضه، يعني في مصر، ان النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي والنادي وكل الانديه تبقى كلها قريبه من بعض ويبقى فيه تنافس. لكن في نفس الوقت مش مطلوب مني ان انا اقفل النادي يعني عشان حضرتك تبقى مبسوط. صح؟ واصله. هو بس عايز اوصل لك حاجه برضو يا اسلام، ممكن انت ولا احمد برضو، ان النادي الاهلي اكبر منظومه رياضيه في مصر ناجحه. ايوه. اكبر منظومه رياضيه في مصر ناجحه هو النادي الاهلي. والكلام ده مش من فراغ طبعا. الكلام ده من سيستم النادي الاهلي، كابتن صالح سليم الله يرحمه، على الاجيال كلها بالظبط كده، على الاجيال، على رؤساء النادي اتحطوا. كابتن الخطيب بيجي يكمل، كابتن حسن حمدي، مش مصطفى طاهر، كل بيجي يكمل، كابتن محمود دلوقتي بيكمل. هو انا بقول بس برضو يمكن تكمله لكلام احمد، ان الشناوي والكبار في الفرقه، انا بقول كمان القائد الكبير كابتن محمود الخطيب. أيوه. يمكن انا بقول عليه هو الكبير بتاعنا بتاع الكوره في مصر، يعني كابتن محمود الخطيب كلنا بنفخر بيه طبعا، مش انا بس، ده جماهير مصر كلها. ايوه. وزي ما انت قلت برضو ايه، مش احنا مش عاوزين الكلمه دي، مش بحبها، ان احنا ايه نطبل للنادي الاهلي او للرموز، مش بحبها خالص. لكن لو بتطبل لارقام، برافو عليك. انا احنا بنتكلم على كابتن محمود الخطيب في ظل الظروف الصحيه، لما يبقى يكون في صن داونز ويرجعوا بطياره خاصه وينزلوا في اسوان ويكمل الرحله مع النادي الاهلي ويروح قطر ويلعب بطوله السوبر الافريقي ونكسب، ويلاقي تكريم من وليد سليمان ومن الفرقه كلها والشناوي والجهاز الفني ان هم بيكرموه بالشكل ده، ان هم قد ايه حسوا ان الكابتن محمود الخطيب بيتعب معاهم وسايب بيته وسايب مصالحه ومكمل معاهم في كل وقت وسفر كتير جدا واجهاد عليه. ده يدل عليه اسلام. لما كابتن محمود الخطيب يكون موجود معاك في كل بطوله، العامل النفسي عند اللعيبه اعتقد ان هم بيستمدوا برضو قوه الروح والاصرار وعزيمه النادي الاهلي والروح النادي الاهلي كابتن محمود. اكيد ده عامل ايجابي للعيبه. أيوة. فطبعا ده كل النجاح ده مش من فراغ، ومش كابتن محمود الخطيب بس، لا ده المنظومه الاداريه كمان اللي معاه، اعضاء مجلس اداره بصراحه قايمين بشكل كبير جدا بشكل ايجابي، مساندين الفرق كلها، مش النادي الاهلي بس، الفريق كره بس، بالعكس ده كل الفرق في النادي الاهلي مساندين ليها بشكل كويس جدا. كل ده نجاح، كل ده تاريخ بيتسطر للنادي الاهلي، كل بطوله بتيجي بتزود تاريخ النادي الاهلي، وده انا اعتقد ان هو يسعدنا ما يزعلناش يعني. بس طيب برضو يا كابتن احمد، الفتره الاخيره دي بما اننا بنتكلم عن الانجازات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي، اعتقد ان هناك طفره انشائيه كبيره جدا بتحصل في الانشاءات جوه مقرات النادي الاهلي المختلفه. يعني يمكن احمد انت برضه بقالك مثلا فتره بتروح وبعدين تغيب شويه وبعدين ترجع تاني تشوف انا على طول قاعد في الاهلي الشيخ زايد على طول. بتشوف الفارق دلوقتي في الامور الانشائيه دي، لان ده مهم جدا جدا الفتره اللي فاتت. انا بس عايز اوصل للناس او لجمهور النادي الاهلي ايه، ان في نجاحات رياضيه، ولكن في نفس الوقت انا مش ناسي ايه اللي بيحصل على الارض والواقع في مقرات النادي الاهلي في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وفي الجزيره وفي الاقصر. يمكن انا الاقرب شويه، لان عادل ابني بيلعب في ناشئين النادي الاهلي. أيوه. في اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد، فانا على طول موجود هناك بين اسكندريه وبين القاهره. لكن طفره انشائيه زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسلام، وخصوصا دي اللي بيمثلها طبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره، ان هو بيوفر لاعضاء النادي الاهلي كل سبل الراحه، كل الامكانيات اللي تليق باسم النادي الاهلي وبكيان النادي الاهلي، سواء اجتماعيا، رياضيا،
ثقافيا داخل النادي، لا طفرة كانت كبيرة بشكل يعني إيجابية بشكل كبير جدا. فعلا أنا ده شفته ولمسته داخل النادي الأهلي الشيخ زايد، مع طبعا وضع أساس استاد النادي الأهلي إن شاء الله. دي ده يبقى أكبر صرح على مستوى مصر إن شاء الله يا رب. لأن على طول مجلس إدارة النادي الأهلي هو بيشتغل لمصلحة النادي الأهلي والأهداف وطموحات النادي الأهلي، إن هو بيتطور على طول. وزي ما كابتن أحمد قال وحضرتك قلت، إن فعلا مش مهم مين رئيس النادي الأهلي ومش مهم مين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن كله بيشتغل للمصلحة العامة. وفعلا زي ما بنقول في على مستوى اللعيبة أجيال بتسلم أجيال، لا على مستوى الإدارات إدارات بتسلم إدارات، وده كله بيصب في مصلحة النادي الأهلي. عشان كده زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، مقومات البطولة هي قبل ما تكون عند اللعيبة هي عند مجلس الإدارة، وده فعلا بنشوفه من ايام 1907 مرورا بكابتن صالح سليم مع كل رؤساء النادي الاهلي، هو بيشتغل لمصلحه النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم شغالين، ان هم بيعملوا كوادر للنادي الاهلي، بيعمل كوادر اداريه للنادي الاهلي، ان هو لازم يبقى في عضو مجلس اداره. وهنا عضو مجلس اداره يبقى موجود، نائب رئيس موجود، كل ده انا واثق 100% ان مجلس الاداره بيحضر كوادر جديده ان هي تقود سفينه النادي الاهلي ان شاء الله، ويفضلوا مكملين ان شاء الله في الانجازات دي يا رب ان شاء الله. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اكلم حضراتكم او اتكلم عن جمله الكبار اللي متواجدين معنا النهارده عن كيفيه الاستعداد للمباراه القادمه. مباراه صعبه، مباراه اسوان، عايزين نكسبها عشان ناخد الدوري رقم 43. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن نخله، برده مهم جدا ان احنا نعرف كيفيه الاستعداد للمباراه القادمه. عندنا مباراه اسوان، واحده من المباريات القويه، لانه خلال الفتره الاخيره اسوان بيعمل مباريات جيده والنادي الاهلي بينظر دائما للمقدم. طبعا يا اسلام كلامك منطقي جدا، لازم اجهز مشاريع كويس. العامل النفسي اللي لعبنا النادي الاهلي دلوقتي مهم جدا جدا. ماتش اسوان، طبعا فريق اسوان هتيجي طبعا مش زي ما احنا متخيلين انهم برضو قبل الاخير في الدوري او خلاص شبه بيهبطوا، موقفهم صعب جدا طبعا. عاوز اقول لك ان هم هيجوا برضو هيبقوا زي البنك الاهلي، تمام، هيبقوا زي الانتاج الحربي، هيموتوا نفسهم. هتلاقي في لعيب بعيد لرجع المصاب، هتلاقي خف، تمام. اللعيبه بتكلم الوكلاء بتوعهم، اظهر بشكل كويس في المباراه ديت عشان تتسوق بشكل كويس. هتلاقي لعيبه بتقاتل في الملعب، ايوه، بيلعب قدام النادي الاهلي، بيلعب قدام البطل، بيلعب قدام افضل ثالث نادي في العالم. فكل الامور دي كلها بالنسبه له هو بطوله. يعني لاعب اسوان، كل الاحترام لفريق اسوان، اكيد في لعيبه كويسه، اكيد في لعيبه عايزه تتسوق، فهتلاقيها مباراة صعبة. احنا لازم نجهز لها، تحضر كويس قوي. مثلا خلاص اعتقد يعني ان دروس، عمال ياخد دروس. هو حتى قال انا عمال اتعلم، حتى المباراة اللي فاتت في المؤتمر الصحفي هو اتنرفز شوية، لكن قال انا بتعلم. والحمد لله طلعت منتخبهم، لكن تحضير كويس قوي. العامل النفسي بقول مهم جدا يا اسلام، ان انت تجهز لعيبتك نفسيا، الذهني، لازم تصفي ذهنك عشان تقدر تأدي، تمام. 3 بونت من اول دقيقه، انت ضغط على الفريق في نص ملعبه، وكل لعبك لازم يكون الشق الهجومي بشكل قوي. وانا بقول له يعني انت من في الاخر بنحاول نعمل تبديلات، مثلا موسيماني حاول من البدايه نص اللعب كله يكون في نص ملعب فريق اسوان عشان تقدر تنهي المباراه بشكل ايجابي. بس مباريات اسوان والفرق اللي بتصارع على الهبوط، اعتقد يا احمد بتبقى مباريات اصعب كتير جدا من مباريات وسط الجدول. اكيد يا كابتن اسلام، وخصوصا انت بتتكلم من الفرق دي، ان الدوافع عندها، انا بشوف دايما ان الدوافع عند الفرق اللي بتنافس على الهبوط دوافعها اكبر من الفرق اللي بتنافس على بطوله الدوري، وخصوصا ده بيبقى موجود عند اللعيبه. انت طبيعي وانت كلاعب بتلعب في اي نادي، طبيعي النادي الاهلي كتاب مفتوح ليك، عارف السوليه بيلعب ازاي، عارف حسين الشحات بيلعب ازاي. لكن ده برضو بيرجع لمستر موسيماني، ان لازم في المباريات دي ان انت تخلص المباراه اول 10 دقائق او ربع ساعه، تحسس لا ان الفرقه ان انت مش محتاج حاجه من الماتش. لكن طول ما انت الماتش تلت ساعه نص ساعه نتيجه تعادل، لا هيكتسب، هتلاقي فريق اسوان بيكتسب ثقه، هتلاقيه بيهاجمك، ما تستغربش من ده. لكن اللي هيفرق، يمكن انا عشت مع بعض الفرق اللي كانت بتنافس على الهبوط وانا بلعب، وعشت مع النادي الاهلي وانا باخد بطولات،
لا الفرقة باللعيبة زي ما قال الكابتن نخلة ان الدوافع عندها كبيرة جدا. الجيم بيكتر. عايزة طبعا. احنا كنا يعني كلنا كنا بنبقى كده لما نلعب ضد النادي الاهلي تلاقينا. برافو عليك برافو عليك. حسها. انت هتلعب كم ماتش اهلي في الموسم؟ بالظبط. فده عند اللعيبة اكيد كلها. فهتلاقيها هيدي ال 200% مش هيدي ال 100% بتاعته اللعيب، عايز يسوق نفسه بيلعب قصاد النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا. فاكيد هتبقى مباراة صعبة اكيد مش سهلة، لكن اللي هيسهل عليك المباراة هو ان انت تجيب جون في اول الدقايق اول 10 دقايق اول ربع ساعه وتجيب الثاني وتجيب الثالث، هنا المعنويات بتاعه الفريق هتنزل وهتهبط وبعد كده تاخد اللي انت عايزه من المباراه. لكن لو هتسيبه ان هو يجريك في نفس طريقه اللعب لحد اخر المباراه ده هيسبب لك مشاكل وازمات زي ما شفنا مع الانتاج وزي ما شفنا مع البنك الاهلي. كابتن نخله يلعب ازاي او هل من الممكن ان احنا نشوف روتيشن؟ يعني هو عمل روتيشن مجبر عليه في المباراه السابقه باستثناء محمد شريف. محمد شريف هو قال ان هو تعبان فانا هريحه ولاعب مروان، الباقي اجاي او كهربا من الاول لانه حسين كان راجع من اصابه لان طاهر مش موجود وبالتالي هو. لكن هل من الممكن احنا نشوفه بيعمل روتيشن تاني في المباريات القادمه؟ والله يا كابتن سامي هو الروتيشن يعني اعتقد اللعيبه الموجوده هم دولت ادواتك دلوقتي. أيوة. يمكن احنا بنتكلم من شويه ان احنا الناس اللي مع المنتخب اللي هم في طوكيو مقصرين معانا، مقصرين معانا ان هم جاهزيتهم افضل من الناس اللي لسه بتشارك، تمام؟ فانا اعتقد يعني مستر موسيماني الفرقه اللي بدا بيها هيبدا بيها تاني. واعتقد برضو من وجهه نظر المتواضع يعني ان بوليا يعني جاب هدف مهم جدا لينا. أيوه. فاتمنى يا رب ان هو يثق في اللاعب، تمام، ويديله الثقه ويديله خلاص. محمد شريف الحمد لله، محمد شريف ما شاء الله مهاجم مصر دلوقتي الاول، بس هو محمد يعني برضو احافظ عليه شويه لان محمد مجهد الفتره اللي فاتت مجهد جدا، يمكن حتى واضح الرؤيه ان هو قعده ما بداش بيه، ولما حسينا ان احنا خلاص مضغوطين فحاولنا نستفاد بامكانيات محمد، لكن بوليا كان بعيد قوي وبعدين نزل كان مؤثر وجاب لك هدف مؤثر وهدف. ماتش المقاولين برضو عمل هدف بالزبط. حتى لو بس عمل بالظبط اديله حتى كهربا يمكن برضو انت قلت شويه بيحاول، كهربا عاوز يعمل كل حاجه في الكوره يا اسلام. انا يا كهربا انت لعيب كويس زي انا برضو نفس الموضوع. حسين الشحات يمكن انا اتكلمت مع حسين قلت له حسين خلي بالك انت عليك ضغوط، انت حاطط نفسك في الضغوط دي، حاول تبعد عن السوشيال ميديا، لكن انت عندك سرعه وعندك مهاره وبتعرف تنهي كويس قوي، انت بتجيب جوان عالميه، بتجيب جوان صعبه يعني جوان جميله جدا. فحسين الحمد لله برضو لعيب كويس ولعيب مؤثر، ولما بينزل كمان بكل شكل ايجابي في الشق الهجومي للنادي الاهلي. اعتقد اجايه برضو لازم الناس تاخد تاني. المباريات هتجيب اللعيبه. أيوه. المباريات هتجيب اللعيبه. محمد هاني اعتقد المباراه اللي جايه اعتقد ان هو تقريبا عنده 3 كروت، فانا بصراحه مش عارف هو هيوظف مين في حته الباك رايت. اذا كان مين يا احمد ممكن احمد عادل مين ممكن اللي يتوظف في الباك رايت لو احمد حسين. محمد هاني عنده 3 حسين جوار. الشحات حسين بس حسين، وخصوصا حسين لما كنت بطلع بحلل بعض المباريات من سنتين او من 3 سنين لما كان بيلعب في المقصه كان بيأديها بشكل كويس. كان بيأدي كباك رايت، وخصوصا انت عارف يا كابتن اسلام اي حد بيلعب هاف ممكن يلعب باك. زي ما كنا ايامنا كده كان بيلعب بركات ساعات ممكن باك رايت. صح. هو كان بيخلص علينا احنا وكده هو يلعب. لا وكمان ممكن يعمل حته ان هو مفتاح لعب ويعمل زياده العدديه ويكمل بشكل كويس، هيكون اضافه قويه حسين في المكان ده. فحسين ده انا بشوف ان هو اقرب حد لان هو عنده الملكه دي وعنده المقاومات ان هو ممكن يلعب كباك رايت، وفعلا زي ما بيقول الكابتن احمد ان هو في الناحيه الهجوميه يقدر يضيف لك بشكل كبير جدا. لكن انا بشوف ان مستر موسيماني مش من نوعيه المدربين اللي هو بيغير كتير، ودي حاجه ايجابيه. البنك ممكن برده يحط رامي ربيعه، يعني شفناه برضو لعب كام مباراه كده في النادي الاهلي في فتره من الفترات لعب باك رايت وارد يعني. هم دول الحلين يا اسلام. دول الحلين يعني بالزبط. لو محمد هاني فعلا 3 انذارات يبقى هو ده يا رامي ربيعه يا حسين الشحات. لو حبدا بكهربا واجايه احط حسين باك رايت واستفاد بيه في الشق الهجومي. وبعدين ده يديك برضو احق ان انا عاوز انهي المباراه من الاول زي ما انت قلت واحمد قال، اول 15 دقيقه او 20 دقيقه عايز انهي المباراه. احترم المنافس، احترم فريق اسوان، تمام، احضر كويس. زي ما قلت الجانب الذهني لازم يكون بشكل جيد جدا، اللعيبه يكون عندها الهدوء وتشيل من عليها الضغوط، وانزل من بدايه الجيم ان انا العب لعبي في نص ملعب اسوان. عشان كده بقول لك لازم البدايه تبقى قويه جدا يا اسلام من دي. وكمان انت بتدي حل فريقك ان انا عايز انزل اهجم، عايز انا بلعب بمين يعني حسين برجعه وبقول له بديله مهام هجوميه، تمام، انك تكمل، وفي نفس الوقت ممكن حد من اللي في نص الملعب ديانج او سولي يقدر يغطيه في حته اللي لو هو زاد يعمل عليه كفرنج في حته الدفاع.
طيب هنكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ولكن فاصل اخير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخيرا وقبل ما اخد كلمات من حضراتكم اخيره في نهايه هذه الحلقه، وجهه نظرك في منتخبنا الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه كابتن نخله. والله يا اسلام بصراحه يعني ان شاء الله رب عندهم فرصه اخيره ان شاء الله باذن الله. لازم يكسب بالظبط، لازم يكسب يتعادل برضه، لكن التعادل لقصه يعني بالظبط. انا بس الكابتن شوقي غريب بس يعني يا رب الرساله توصل له، يعني يا يعني كابتن تحرر العبوا كوره، خلي فرقه تلعب كوره. يعني انا بلعب 3 ليه يا كابتن اسلام؟ بلعب 3 ليه؟ ملعب طريقه لعبه ماشي، لا انا العب 4-2-3-1. يا كابتن انا عاوز العب كوره خلاص، انا عاوز اكسب. انت خلاص حتى مباراه اسبانيا يا كابتن اسلام خلاص. انت اوكي دفعت كويس جدا جدا وخدنا منتم من فريق كبير، فرقه اسبانيا فرقه كبيره جدا طبعا، وانا بقول لك من دلوقتي فرقه اسبانيا مرشحه تاخد البطوله دي. فرقه كويسه قوي تمام. المباراه الثانيه يا كابتن خلاص، انت الشوط الاول لازم تجيب جول. خلاص انت لازم تجيب، احنا عايزين نجيب جول، احنا ما جبناش هدف لحد دلوقتي يا اسلام في البطوله دي. ايوه المباراه اللي جايه اعتقد يعني يا كابتن العب باتنين سرد باكات، العب 4-2-3-1 العب 4-2-3-1، نلعب كوره، خلي ما تبدا بنص الماهر، خليه يلعب الناس، عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا. عندك ما عندك امكانيات لعيبه فرديه 10 على 10. خلي اللعبه تتحرى وتلعب كوره، نلعب استحواذ عندنا. وبعدين الونش وحجازي ما شاء الله كويسين، ليه نلعب ثلاثه؟ الشناوي وراهم الثلاثي ده الحقيقه ما شاء الله بالظبط كده، قوه غير عاديه. العب كوره، خلي عندك العب كوره ونروح نجيب جوان، نلعب استحواذ ايجابي في نص ملعب المنافس. ايوه احنا عاوزين نلعب كوره، يعني انا هخسر يا اسلام بس العب كوره، خلينا انتشر العب الاوفر لابات. مطلوب منك انت تخسر يعني برضه، يعني ماشي. انا بتكلم على اساس ايه؟ اديني مؤشر ان انت عاوز اهجم، عاوز اروح احاول اجيب جول. أوكي. اوصل ده لعيبتي، لكن ملعب ثلاثه ورا انا مدي احل لعيبتي اللي بدافع برضه. ما احمد ممكن برضه طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها، ما هو انا قالك انا خدت بطوله افريقيا بهذا الشكل. في بعض سياسه المدربين يا كابتن اسلام ان انت لما بتدافع بشكل جيد واهم حاجه ما يجيش فيك جول، ممكن اجيب جول من ضربه ثابته. انت عندك ثلاثه كويسين قدام، رمضان طاهر و و و لعيبه منتخب مصر. انت معاك منتخب مصر يا اسلام، احمد ياسر انت معاك منتخب مصر الاول صح تمام. انا عايز اكسب مباراه، ودي اخر فرصه. لا واخر فرصه كمان ايه؟ انا مستني برضو نتيجه اسبانيا. لو كسبت اكتر من 2 خلاص يعني بالظبط تبقى انت وصلت بالظبط. انا بقول يعني خلينا ايجابيه، في ايجابيه شويه في الاداء. ايوه اتفضل. طبيعي يا كابتن اسلام وتشوف في اختيارات كابتن شاوي لما بيختار الشناوي، لما بيختار حجازي، لما بيختار الونش، هو راح يدافع. فطبيعي اختياراته من الاول. برافو عليك، اختياراته من الاول. برافو عليك. فطبيعي ان هو راح يدافع، لكن ما انا مع كلام الكابتن احمد ان انت لازم يبقى في تحرر، وخصوصا هنا اللي هيعلمها هناك المدير الفني والجهاز. أيوه. هل كان مطالب من عدم التحرر ده مطلوب من الجهاز الفني، ولا اللعيبه كانت رهبه الموقف، او ما كانتش كله كان خلاص هي فرصه بقى واحد خايف يسيب مركزه. لكن زي ما بيقول كابتن احمد، لازم تفرض اسلوب لعبك، لازم يبقى ليك شكل. انت ممكن تخسر، ممكن نطلع، بس يبقى شكلنا كويس. لكن ان شاء الله لسه الفرصه موجوده، ان شاء الله منتخب يحقق حلم كل المصريين، ان احنا ان شاء الله ما نروحش اداء مشرف وبس، لا احنا نروح نعمل نتائج. اكيد مباراه صعبه، مباراه استراليا انا بشوف ان هي من اصعب المباراتين، اسبانيا والارجنتين. انا مباراه فريق انا بشوف ان هو من اصعب الفرق في البطوله، لكن ان شاء الله مع التحرر ان شاء الله، ومع فرض اسلوب لعب من الكابتن شوقي والجهاز الفني، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه تاهلنا يا رب ان شاء الله. ونشوف البعثه الاولمبيه بالكامل الحقيقه بتؤدي بشكل رائع. النهارده كانوا اول ميداليتين طبعا، باركنا لهدايه ملاك وسيف عيسى في اول الحلقه، الف الف مبروك لمصر، وان شاء الله اللي قادم افضل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا كابتن نخل على وجودك معانا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا اسلام. شكرا ليك طبعا، وسعيد جدا كنت موجود معاك ومع احمد طبعا. احمد جايبينه من اسكندريه بقى. بشكرك يا ابو حميد على وجودك معانا النهارده، ويعني نتمنى ان احنا نشوفك قريب تاني. لا دايما انا ما اقدرش اتاخر على حضرتك وعلى قناه النادي الاهلي طبعا، بيتنا. وسعيد ان انا كنت مع كابتن احمد النهارده، وببقى سعيد وانا موجود معاك دايما. ربنا يخليك، شرفتونا ونورتونا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10:00 وحلقه جديده. زي ما حضراتكم عارفين احنا بكره هيكون معايا كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم بالفيديوهات وبالصور
عن مباريات الأهلي السابقة وكيف سيلعب النادي الأهلي في المباريات القادمة أمام أسوان ووادي دجلة وهكذا بقية المباريات القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله انتظرونا غدا في تمام الساعة 10 وحلقة جديدة من البيت الكبير.